طيب بص يا شباب، حصة النهاردة إن شاء الله هتكون حصة سهلة وبسيطة، ليها علاقة بالمرة اللي فاتت إلى حد ما، بس أنا هحاول أفصلها لك عن حصة المرة اللي فاتت. ولكن خلينا نتفق اتفاق، إحنا قلنا إن الميتابوليزم مش زي الكيمستري، الميتابوليزم الكلام بتاعه كله معتمد على بعضه، فبعد إذنك ما ينفعش توقع حصة وأنت ماشي في الطريق علشان اللي جاي بعدها هيقع، تمام؟ طبعا في الميتابوليزم عشان المنهج الى حد ما اكبر شويه، فانا يا دكتور مش هقدر ان انا ازود لك الكميه في الحصه، هتجيب ايرور معايا. فالحل التاني ان انا بزود عدد الحصص، فتلاقي بعض الاسابيع هناخد 5 حصص زي الاسبوع ده، فبالتبعي انت لما توقع حصه في اول الاسبوع هتلاقي نفسك ديبريسد باقي الاسبوع، انت فاهمني؟ فبعد اذنك اللي هناخده تذاكره اول باول، اتفقنا؟ حصه النهارده ان شاء الله حصه صغيره. طب ده ليه؟ علشان حاجتين. هيبقى لنا في الشابتر بعد حصة النهاردة موضوعين، موضوع دورة كريبس وموضوع سلسلة نقل الإلكترون. أنا مش عايز أجرح موضوع منهم النهاردة وأكمله بكرة، لا، أنا عايز الموضوع يبقى على بعضه في الحصة دي، نقطة. والنقطة التانية عشان تذاكر حصة النهاردة مع المرة اللي فاتت وتبقى ماشي مع زمايلك عادي، اتفقنا؟ تعالوا يا جماعة نستذكر بسرعة اللي حضر أو اللي اتفرج على فيديو المرة اللي فاتت واشتغلوا معايا كده، حسوني انك ذاكرته، خلاني نفتكر احنا خدنا ايه المرة اللي فاتت. بدأنا المرة اللي فاتت شابتر كان اسمه ايه يا شباب؟ بايونرجيتكس. طيب كان اول موضوع عندنا ان احنا قسمنا الروابط لنوعين، روابط لما بتتكسر بتديني طاقه قليله فاسمها لو انرجي بوند، والثانيه كان اسمها هاي انرجي بوند. يعني ايه كلمه لو انرجي بوند؟ تديني طاقه اقل اللي هي مش كافيه انها تكون اي تي بي. طب والهاي انرجي بتديني طاقه اعلى 7.3 اللي هي ينف انها تكون اي تي بي. اللو انرجي كنت برسمها داش ولا دبل كيرف؟ اوردينري داش، انما الثانيه دبل كيرفد داش. طيب اللو انرجي دي كانت موجوده فين يا دكتور؟ اول حاجه كانت اربعه صح، اول حاجه كانت موجوده في الجلايكوزايد اللي موجوده فين؟ في الكربوهيدرات. رقم 2 كانت موجوده في رابطه اسمها بيبتايد، موجوده فين؟ في البروتين. الثالثه كان اسمها فوسفات ايستر. الرابعه اسمها كاربوكسيل ايستر. الروابط دي يا دكاتره اسمها روابط الايه؟ الهضم. عملية الهضم يا دكتور، انا بكسر الجلايكوزايد، بكسر الرابطة اللي اسمها البيبتايد، الفوسفات والكربوكسيليست، عشان كده عملية الهضم نو انرجي، عشان الروابط دي لو انرجي بوند. طب الهاي انرجي بوند كنا بنقسمها هاي انرجي فوسفات، هاي انرجي سلفيت، والتالتة كان اسمها بيتا كيتو ايسايل كوي. الهاي انرجي فوسفات كانت موجوده في كام مثال يا اولاد؟ 4. اول واحد كان اسمه اينو الفوسفات، الثاني اسمه كاربوكسيل فوسفات، الثالث اسمه جوانيدو فوسفات، الرابع اسمه بايرو فوسفات. الاينو كان في مركب اسمه 2 بيب، الكربوكسي فوسفات كان مركب اسمه 1 3 بسفسفوجليسرين. طيب والجوانيدو فوسفات كان في حاجه اسمها كرياتين فوسفات، واخر واحد البايروفوسفات كان فيه يا دكتور في الاي تي بي. طيب بعد كده قلنا الهاي انرجي سلفيت، اول واحد كان اسمه سايو ايستر، اي مركب يحتوي على كو اي. تاني واحده كان اسمها سام اللي هو ميسايل دونر. الثالثه كان اسمها يا دكتور بايبس اللي هو كان اللهم صل على النبي، والاخير كان اسمه بيتا كيتو ايسايل كوي. بعد كده يا دكتور بدانا الميتابوليزم، قلنا يعني ايه كلمه بصويه؟ كات سيريس اوف رياكشن، البرودكت بتاع رياكشن هو سبستريت اوف ذا نيكست رياكشن. السبستريت والرياكتنت والانترميديت اسمهم الثلاثه ميتابولايتس. بعد كده قلنا يا دكتور الميتابوليزم بيتقسم لعمليتين، اول عمليه اسمها انابوليزم والثانيه اسمها انابوليزم. انا بكسر واحد كبير ولا ببني؟ ببني. انما الكاتابوليزم الانابوليزم بطلع طاقه ولا بستهلك؟ بستهلك. انما الكاتابوليزم بطلع. اللهم صل على النبي. قلبنا صفحه وبدانا صفحه 3. كان عندي الاستيجز في كاتابوليزم كام واحده؟ 3. اول واحده كان اسمها دايجيشن، كنت بكسر فيها للسمبلست فورم، بيطلع منها طاقه قد ايه؟ نو انرجي. ثاني خطوه اسمها بحولهم بعد الابزوربشن وابتيك بايتيشن، بتحولوا كلهم لايه؟ اسيتايل كوي مع كميه طاقه مينيمال اماونت. واخيرا يا دكتور كنت بدخل كريبس والكترون ترانسبورت تشين عشان اطلع هاي اماونت اوف انرجي اللي هي الورك انرجي والاي تي بي. ما شاء الله انا فرحان، يعني لو هتفضلوا على كده بجد انا فرحان، ربنا يستر ما تكونش دي حلاوه البدايات. بس انا عارف انا بكون داخل مديول جديد بعزيمه وقوه، واول صفحه واول اتنين وسمعي لي مش عارف ايه، وتقعد تسمع لاصحابك
وهتيجي النهارده قبل ما تذاكر الحصه الجديده تقرر انك تذاكر الحصه القديمه تاني، انا فرحان بقى بيها وتذاكر كل مره هتبدا بيها وتلاقي نفسك مش يا حبيبي كل حصه بحصتها ماشي. طيب هنبدا النهارده موضوع ان شاء الله سهل وبسيط، موضوع يعني مش محتاج منك اكتر من شويه تركيز وفهم، وفي الاخر هقول لك ايه الاسئله اللي بتيجي فيه زي ما اتعودت. بدايه يا دكتورنا الفاضل، في عنوان اسمه الاي دي بي اي تي بي سايكل، واحده واحده. هو يعني ايه كلمه اي دي بي؟ قال لك اي دي بي يعني ادينوزين داي فوسفات. واحده واحده يا دكاتره. قال لو انا جبت ده سكر خماسي وحطيت عليه ادينين بقى اسمه يا دكتور ادينوزين، الشكل ده نيوكليوتايد ولا النيوكليوزايد؟ نيوكليوتايد ولا ده الامتحان من 3 ايام، نيوكليوتايد ولا نيوكليوزايد؟ نيوكليوزايد عشان لسه مش عليه فوسفات. طيب لو انا حطيت عليه فوسفاتيه كده يا دكتور بقى اسمه ايه؟ ام بي ادينوزين مونوفوسفات. قال لك اول فوسفات بترتبط من غير طاقه، لحد هنا في اي مشكله؟ طيب قال لي يا دكتورنا الفاضل لو حضرتك حطيت كمان فوسفات بقى اسمه ايه؟ اي دي اي دي بي، يبقى في كام فوسفاتية؟ اتنين. طب ولو حطيت كمان واحدة بقى اسمه اي تي بي ادينوزين تراي فوسفات، يبقى النهاردة الادينوزين لما ياخد فوسفاتية واحدة بقى اسمه ام بي، لما ياخد كمان فوسفاتية بقى اسمه اي دي بي، لما ياخد كمان واحدة بقى اسمه اي تي بي. تاني ارتباط الفوسفات الاولى في طاقة ولا مفهوش يا دكتور؟ مفهوش طاقة، فالاي ام بي لا يحتوي على طاقة. عشان يا دكتور ادخل تاني فوسفات بدخلها بهاي انرجي بوند. قال لك يا دكتور الهاي انرجي اللي بين اتنين فوسفات اسمها بايروفوسفات، واحنا خدنا الحصه اللي فاتت ان البايروفوسفات هاي انرجي. طب وارجع اضيف كمان فوسفاتايه تضاف بكام يا دكتور؟ هاي انرجي. واحده واحده، الاي ام بي فيه طاقه ولا ما فيهوش يا اولاد؟ ما فيهوش. الاي دي بي فيه كام فوسفاتايه؟ الاي دي بي فيه كام فوسفاتايه؟ وكام هاي انرجي؟ طب والاي تي بي فيه كام فوسفاتايه وكام هاي انرجي؟ اتنين. لحد هنا في اي مشكله؟ طيب قال يا دكتور اللي مرسوم قصادك ده اي تي بي، طيب لما انا احتاج طاقه ايه اللي هيحصل يا ريتاج؟ قال لما حضرتك تحتاج طاقه الـ ATP هيكسر هاي انرجي فوسفات ويرميلي فوسفات وطاقة، ويتبقى لسعادتك يا دكتورنا الفاضل حاجة اسمها ADP. لحد هنا في اي مشكلة؟ يبقى لما حضرتك تحتاج طاقة انت هتكسر واحدة هاي انرجي وترميلي طاقة وترميلي فوسفات، واللي هيتبقى يا دكتورنا الفاضل حاجة اسمها ADP. لحد هنا في اي مشكله؟ طيب قال لي يا دكتور الفوسفات دي لما بتتكتب بكتبها بي اي، يعني ايه بي اي؟ ان اورجانيك فوسفات. يعني ايه اورجانيك يا اولاد؟ قلت لك في اول حصه في المنهج خالص هناك في الكيمستري، المركب اورجانيك لو فيه كربوهيدرات وهيدروجين واكسجين، اللي هو فيه كربوهيدرات او ليبيد او بروتين. قال لي الفوسفات دي منطلقه غير مرتبطه بكربوهيدرات ولا ليبيد ولا بروتين، ما فيهاش اي حاجه، فبالتبعيه بسميها ان اورجانيك. دكتورنا الفاضل هي لما كانت هنا كانت مرتبطه بمركب فيه سكر، فعشان كده كنت بعتبرها ايه؟ اورجانيك. ما هو الكربوهيدرات مركب اورجانيك، هنا اترمت فري فوسفات فبكتبها بي اي، يعني ايه اورجانيك فوسفات. تاني انا لسه ما قلتش حاجه، حصه النهارده ما فيهاش تقريبا غير سؤال واحد ريت، كل اللي جاي فاهم. دكتور انا في الطبيعي عندي حاجه اسمها اي تي بي اللي كنا بنقول عليها الكرنسي اوف انرجي، عمله الطاقه. حضرتك لما تحتاج طاقه بتكسر الاي تي بي تطلع واحده فوسفات وانرجي، ويتبقى لسعادتك ايه يا دكتورنا؟ اي دي بي. لحد هنا في اي مشكله؟ طيب دكتورنا الفاضل انا لما احتاج طاقه بكسر اي تي بي لاي دي بي وفوسفات. قال لك التفاعل ده يا دكتور ريفرسابل. يعني ايه ريفرسابل؟ انا بعد كده لما يطلع عندي طاقه ممكن ارجع اخد اي دي بي وفوسفات واكون مره تانيه يا دكتور اي تي بي. تاني انا النهارده لما احتاج طاقه بكسر الاي تي بي اللي في الجسم واطلع منها طاقه واي دي بي وفوسفات. طب انا النهارده لما اعمل عمليات وينتج منها طاقه اخد الاي دي بي ارجعه مره تانيه لاي تي بي. تاني
انا النهارده محتاج طاقه هصرف من الفكه اللي معايا اللي اسمها الاي تي بي. قال لي وطلع اي تي بي. يا دكتور انا طلع لي طاقه من عمليات تكسير، ارجع اخد الاي دي بي وارجعها مره ثانيه اي تي بي. دكتور انا النهارده بعمل عمليه انابوليزم، انابوليزم يعني بناء، فانا محتاج طاقه، فارجع اكسر الاي تي بي واطلع اي دي بي فوسفات. انا النهارده يا ريتاج عملت كاتابوليزم يعني تكسير وطلع لي طاقه، اخد الاي دي بي احط عليه فوسفات ويرجع اي تي بي. لحد هنا في مشكله؟ عشان كده مسمي العنوان ده اي دي بي اي تي بي سايكل. يعني انا ممكن احول الاي دي بي لاي تي بي او الاي تي بي ترجع مره ثانيه اي دي بي. قال لك يا دكتور عشان احول الاي دي بي لاي تي بي انا هضيف فوسفات، فبسمي العمليه دي فوسفوريليشن. اي عمليه انتاج اي تي بي في المنهج بعد كده اسمها ايه؟ فوسفوريليشن. لحد هنا في اي مشكله؟ طيب واحده واحده بقى، وتعالى نقول ايه الكلام اللي مكتوب عندي في الكتاب. بدايه الكلام يا زيد قال لي سعادتك ان الاي تي بي هي الكرنسي اوف انرجي، هي يا دكتور عمله الطاقه في الخليه، نوت ستورج فور. عشان الكلام يكتمل يا دكتور في ماده اسمها كرياتين كوينيز هناخدها بعد شويه، هي الستورج فور. تعالى يا ولاد ناخد مثال علشان ما ننتهش من بعض. النهارده حضرتك لما هتكون هتعمل مشروع صغير، تمام، تفتح سوبر ماركت مثلا يعني، فحضرتك بيكون معاك جزء فكه في جيبك هو اللي انت بتشتري بيه البضاعه. حضرتك تبيع البضاعه تكسب، تروح جاي راجع مشتري بضاعه تاني، تبيع البضاعه تكسب. ففي يا دكتور فكه او سيوله انت شغال بيها، السيوله اللي الجسم شغال بيها هي الاي تي بي. لحد هنا في مشكله؟ لما المكاسب بتاعتك بتبدا تزيد زياده عن احتياجاتك، الفلوس الزياده انت بتحطها في البنك، المخزون بتاعك هو الكرياتين كاينيز. دكتور انت نازل النهارده رايح الكليه، هتفتح الدرج بتاعك وتاخد ايا كان 50 جنيه 100 جنيه اي حاجه هتحطها في جيبك. اللي في جيبك ده عمله الطاقه بتاعتك، ده الفكه اللي في جيبك، ده اللي انت شغال بيها اللي هو الاي تي بي. فرضا حضرتك معاك فلوس زياده، الزياده هتحطها في البنك، المخزون بتاع الجسم هو الايه؟ الكرياتين كاينيز. يبقى يا احمد انا عايز اقول لك حاجه، هو مخزون الطاقة في الجسم هو مين؟ مخزون الطاقة في الجسم هو مين؟ طب والكرنسي او العملة او الفري انرجي هي مين؟ يبقى الكرنسي او الفري انرجي هي مين؟ والمخزون بتاعي هو مين؟ يبقى انا لما احتاج طاقة كرنسي فري انرجي بجيبها من مين؟ يبقى الاي تي بي موجود في الخلية بكمية كبيرة ولا كمية قليلة؟ فكر كده، الاي تي بي موجود في الخليه بكميه كبيره ولا كميه قليله؟ قليله يا دكتور، لان دوت الفكه اللي انا شغال بيها. لو الاي تي بي زاد، الزياده يا دكتور بتتخزن في صوره ايه؟ كرياتين كاينيز. فاهميني ولا لا؟ لو الاي تي بي زاد، الزياده هتتخزن في صوره حاجه اسمها كرياتين كاينيز. لحد الان في مشكله؟ انا ما قلتش ولا سؤال، الكلام ده كله بديهيات ليك بعد كده. تعالى بقى نتكلم ونبدا الكلام بتاعنا يا دكتور. قال لي سعادتك في حاجه اسمها اي دي بي اي تي بي سايكل، فهمنا يعني ايه اي دي بي اي تي بي سايكل. قال لك يا دكتورنا اول معلومه بيقول لك ان الفري انرجي اي طاقه بتطلع من الكاتابوليك رياكشن لازم سعادتك تعمل لها كولكت وتخزنها في صوره اي تي بي. حد عنده اي مشكله؟ النهارده يا اسامه لو حصل عمليه كاتابوليزم وطلع لي انرجي، انا بخزنها عشان اكون حاجه اسمها اي تي بي. لحد هنا في مشكله؟ الكاتابوليزم هو الاي تي بي دي سايد. لا، الكاتابوليزم هي عمليه التكسير. وعمليه التكسير بيصاحبها انطلاق طاقه، تمام؟ لاني يعني بكسر مركبات كبيره لمركبات صغيره ويز ريليز انرجي. انا هجاوبك ثانيه واحده، باخد الانرجي دي مع فوسفات احطها على اي تي بي فكون اي تي بي. فهمني؟ عملية التكسير يصاحبها انطلاق طاقة. يعني ATP لـ ADP دي عملية كاتابوليزم. ATP لـ ADP دي عملية أنابوليزم. يا أسامة بالراحة. هو أنت عشان تبني محتاج طاقة ولا لأ؟ عشان تبني محتاج طاقة. يبقى هتكسر ATP لـ ADP. صح؟ محتاج طاقة. يبقى هتكسر ATP لـ ADP. طب أنت النهاردة لما تكسر مركبات بيطلع، بص أنت دماغك راحت في حاجة.
انابوليزم هنا ما اقصدش انابوليزم اوف اي تي بي، انا اقصد عمليات الانابوليزم في الجسم. انت جوه الجسم عايز تبني جلايكوجين، عايز تبني دهون، عايز تبني كربوهيدرات، مش عمليه البناء محتاجه طاقه؟ محتاجه طاقه هتجيبها من مين؟ من اي تي بي. طب انا بكسر جلوكوز، مش عمليه التكسير بيطلع منها طاقه؟ هحطها على الاي تي بي عشان اكون اي تي بي. فهمتني كده؟ انت النهارده عايز تبني اي حاجه، عشان تبني هتكسر اي تي بي لاي تي بي. طب انت النهارده بتكسر اي اكل فود ستاف طلع منه طاقه، اخدها احطها على الاي تي بي عشان اكون اي تي بي. فهمتني كده؟ تعال اقول لك جمله حلوه قوي، بيقول لك يا زيد ان الاي دي بي اي تي بي سايكل دي اللي بتعمل كونكت للباسواي اوف كاتابوليزم والباسواي اوف انابوليزم. يعني ايه؟ يعني انا عندي باسواي ريليس انرجي باخدها احطها على الاي تي بي. طب وباسواي محتاجه انرجي؟ بجيبها يا دكتورنا من حاجه اسمها اي تي بي. تعالوا نبدا الحصه تاني من الاول. بدايه الكلام احنا بنتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ اي تي بي اي تي بي سايكل. قال لي يا دكتورنا الفاضل حضرتك عندك حاجه اسمها اي تي بي، لما تحتاج طاقه تكسرها لاي تي بي وانرجي. طب يا دكتور لو انا بعمل كاتابوليزم وبيطلع لي طاقه اخدها اخزنها على اي دي بي عشان تتحول مره ثانيه لاي تي بي. قال لي يا دكتور يبقى الفري انرجي الطاقه اللي بتطلع من اي حاجه انا بعمل لها كولكت واخزنها في صوره ايه؟ اي تي بي. يبقى الاي دي بي اي تي بي سايكل دي يا دكتور بتربط الباسوي بتاعه الكاتابوليزم والباسوي بتاعه الانابوليزم. طب يا دكتور لما احتاج طاقه، انا لما انتجت طاقه يا اسامه خدتها حطيتها على الاي دي بي عشان اكون اي تي بي. طب لما احتاج طاقه اثناء الورك، قال لك اثناء الورك الاي تي بي هتتكسر لاي دي بي زائد انرجي. لحد هنا في مشكله؟ يبقى لو انا انتجت طاقه هاخد الطاقه احطها على اي دي بي واكون اي تي بي. طب يا يوسف لو انا احتجت طاقه هكسر الاي تي بي لاي دي بي وانرجي. واضحه؟ مفيش اي حاجه. حضرتك لو انتجت طاقه هتكون اي تي بي، لو احتجت طاقه هتكسر اي تي بي. فالمخزون فالانرجي بتاعتي اللي شغاله دلوقتي هي عباره عن اي تي بي اي دي بي اي تي بي اي دي بي. ودي يا دكتور فيري رابيد، زي ما حضرتك شايف كده العمليه فيري رابيد. ليه يا دكتورنا الفاضل الاي تي بي اي دي بي فيري رابيد؟ الفيري رابيد لسببين. السبب الاولاني ان كميه الاي تي بي على الاي دي بي هي كميه فيري سمول. ليه يا دكتور فيري سمول؟ عشان الاي تي بي الزياده بستخدمها ان انا اكون كرياتين كايناز. الفكه اللي في جيبي هي فيري سمول علشان الزياده يا دكتورنا حضرتك بتخزنه، بتكون منه حاجه اسمها كرياتين كايناز. لحد هنا في اي مشكله؟ يبقى قال لك اول معلومه العمليه دي فيري لابد. عشان ايه يا دكتورنا الفاضل؟ انا عندي سمول اماونت من الاي تي بي والاي دي بي. تاني حاجه يا دكتور هي بتعمل كونكت، بتوصل الانابوليزم مع الكاتابوليزم. لحد هنا في مشكله؟ انا ما قلتش ولا حاجه جديده ولا حاجه فيها اي مشكله. بدايه الكلام بقول لك يا دكتور في حاجه اسمها اي تي بي. الاي تي بي دي الكرنسي اوف انرجي، دي عمله الطاقه في الخليه. لما انا يا دكتورنا بحتاج طاقه انا بكسر الاي تي بي لاي دي بي فوسفات. لحد هنا في اي مشكله؟ طيب قال لي يا دكتورنا الفاضل ولو انا انتجت طاقه باخد الطاقه اعمل لها كابتشر على الاي دي بي عشان احولها لاي تي بي. يبقى انا يا دكتور عندي سايكل ماشيه بين الاي دي بي والاي تي بي. السايكل دي فيري رابيد، انا بنتج طاقه اكون اي تي بي، ارجع اكسرها اكون اي دي بي. ليه فيري رابيد؟ عشان يا دكتورنا الفاضل الاي تي بي نوت ستورج فورم اوف انرجي، مش هي المخزون بتاع الطاقه. انا يا دكتور كميه الاي تي بي قليله عشان هي مش مخزون الطاقه، ده دي الفكه اللي موجوده فين؟ في جيبي. دكتورنا كان بيمثلها لنا زمان كانك فاتح مشروع صغير، فاتح سوبر ماركت اون ذا كشك كده. حضرتك معاك 500 جنيه تشتري بيهم بضاعه الصبح تبيعهم اخر الليل يبقوا 600 جنيه، ترجع بكره تشتري بال 600 جنيه بضاعه تبيعهم اخر اليوم يبقوا 700 جنيه، تشتري بضاعه تبيعهم لغايه ما الفلوس زادت. الزياده هتروح جايه عينها فين؟ في البنك، ويتبقى معاك 500 جنيه ترجع تشغلهم مره ثانيه. فالجزء اللي انا مشغله هو الاي تي بي اي تي بي.
طب والجزء الزياده هيتخزن في صوره كرياتين؟ عشان كده العمليه دي رقم واحد فيري رابيد وكميتهم قليله، لان الزياده يا يوسف هتتخزن في صوره ايه؟ كرياتين كايناز. تعال اعيد الكلام ده تاني، وهو سؤال ام سي كيو واحد اللي هنا. دكتور بدايه الكلام انا بقول لك عندي حاجه اسمها اي تي بي اللي هي الكرنسي ولا الاستورج فورم؟ الكرنسي اوف انرجي. حضرتك لما احتاج طاقه في الورك بكسر الاي تي بي لمين؟ لاي تي بي. طب لما انا اعمل كاتابوليزم ويطلع لي طاقه بحول الاي تي بي لمين؟ لاي تي بي. فالعنوان ده اسمه اي تي بي. اي تي بي ايه؟ سلو ولا رابيد يا دكتور؟ رابيد. عشان كميه الاي تي بي والاي تي بي سمول. ليه هي سمول يا دكتورنا؟ عشان نوت ستورج فورم اوف انرجي. الاي تي بي مش مخزون للطاقه، انا عندي كميه فكه صغيره. انت مش هتنزل في جيبك شايل لك 10000 جنيه، هتتسرق. حضرتك عندك شويه فكه والباقي انت ايه؟ انت عايم. لحد هنا في اي مشكله؟ قال لك الاي تي بي اي تي بي بتكونكت الانابوليزم مع الكاتابوليزم. انا عشان اعمل انابوليزم محتاج طاقه، انا عشان اعمل كاتابوليزم بنتج ايه يا دكتورنا؟ طاقه. السؤال اللي بيجي دايما هنا الاماونت اوف اي تي بي، قال لي سعادتك هما فيري سمول ولا فيري لارج يا دكتور؟ سمول. كل الناس بتيجي في الاخر تقول اي تي بي فيري هاي اماونت. الاي تي بي يا دكتور كميتها دايما ايه؟ قليله. كميتها دايما ايه؟ قليله. طيب يعني ايه كرياتين كاينيز لتكتمل الحلقه؟ قال لك يا دكتور الكرياتين كاينيز هي الستورج فورم اوف انرجي. بتتكون فين يا دكتور؟ في المصل. بص يا دكاترة ان شاء الله هناخد شابتر اسمه البروتين ميتابوليزم. يوم ما ناخد البروتين ميتابوليزم هقول لك ان في ماده اسمها الكرياتين. الكلام ده مش مكتوب هنا بس هيبقى في البروتين ميتابوليزم. بتتصنع على خطوتين، خطوه في الليفر وخطوه في الكدني. لحد هنا في اي مشكله؟ يبقى في ماده اسمها الكرياتين. الكرياتين دي يا دكتور بتتصنع في مكانين، في الليفر وبعدين الايه؟ الكدني. وتروح بعد كده الكرياتين دي على المصل. لحد هنا في اي مشكله؟ طيب قال لك الكرياتين في المصل وظيفتها ايه؟ لو انا عندي طاقه، عندي اي تي بي كتير، بتتفاعل مع الاي تي بي يا دكتور، تاخد الفوسفات والطاقه اللي على الاي تي بي. انا لما اخد من اي تي بي فوسفات وطاقه هيتبقى لسعادتك ايه؟ اي دي بي. والكرياتين هيبقى اسمها كرياتين فوسفات. لحد هنا في اي مشكله؟ تاني قال لي يا دكتور لما يكون عندي اي تي بي كتير، قال لي يا دكتور بقى عندي فكه كتير اخزنها عشان ما تتكسرش، فباخد الطاقه والفوسفات اللي على الاي تي بي احطها على مين؟ على الكرياتين عشان يطلع لي حاجه اسمها كرياتين فوسفات. الانزيم اللي بيعمل كده يا دكتور اسمه ايه؟ كرياتين كاينيز. سمعتوا الانزيم ده قبل كده؟ كان في منه كام صوره؟ ثلاثه. كرياتين كاينيز واحد واثنين وثلاثه. واحد كان اسمه ايه يا دكتور؟ احنا دخلنا في الاسبوع الجديد صح؟ ايوه. مين بقى فيهم اللي في المصل؟ ام ام اللي هو كرياتين كاينيز واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. اللي بيعمل الخطوة دي يا ولاد اسمه كرياتين كاينيز ثلاثة، اللي كان اسمه ام ام. هناك كان بيقول لي ان الكرياتين كاينيز في منه ثلاث صور. كرياتين كاينيز واحد كان اسمه بي بي. اثنين ده كان فين؟ بي بي في البرين. ام بي في الكاردياك ماسل. وام ام في المصل سكيليتال اكتر من كارد. ما تهمنيش. يبقى يا دكتور تاني انا عندي حاجه اسمها الكرياتين بواسطه انزيم اسمه كرياتين كاينيز تتحول لحاجه اسمها ايه؟ كرياتين فوسفات اللي هي ايه؟ ستورج فورم اوف انرجي. دكتورنا الفاضل انت النهارده لما تكسب فلوس كتير هتروح تحطها فين؟ في البنك. طب انت النهارده لما تتزنق هتعمل ايه؟ هتسحب من اللي في البنك. يبقى يا دكتورنا انا عايز اقولها لك ايه بقى؟ ات ريست. لما حضرتك تكون في ريست وهاي انرجي، الاي تي بي بتتفاعل مع الكرياتين وتديني حاجه اسمها ايه؟ كرياتين فوسفات. طب يا دكتور ات اكسرسايز انا محتاج طاقه دلوقتي هعمل ايه؟ قال لك الكرياتين فوسفات تتفاعل مع الاي تي بي، تدي الاي تي بي الفوسفات والطاقه فتكون مره ثانيه يا دكتور اي تي بي. لحد هنا في اي مشكله؟ فالعمليه دي ريفرسبل ولا ايه؟ ريفرسبل.
فاهمني كده ولا لا؟ يبقى يا دكتور لو انت عملت مصل اكسرسايز في اول فيو سكند انت بتلجأ لشويه الاي تي بي الفكه، انت النهارده اتزنقت هتبدا تصرف الفكه اللي في جيبك، بس الاكسرسايز لسه شغال. قال لي يا دكتورنا الفاضل هبدا اخد الطاقه من الكرياتين فوسفات. لحد هنا في مشكله؟ احنا لسه ما بدناش الحصه، انتوا مزهمين كده ليه؟ انتوا خدتوا حاجه النهارده؟ احنا لسه بنبدا الاسبوع، يا نهار ابيض هنتحر يا ولاد. انا النهارده عندي اي تي بي بكسرها لايه؟ اي تي بي. ارجع اكون طاقه اخد الاي تي بي واكون اي تي بي. طب لو انا في اكسرسايز، لو انا في اكسرسايز الاي تي بي هتتكسر الاي تي بي. انا في اكسرسايز اروح جاي واخد الاي تي بي حاطط عليها فوسفات من الكرياتين فحولها مره ثانيه اي تي بي. فاهمين انا بقول ايه؟ انتوا فاهميني؟ انا لسه ما بداتش الحصه. معايا يوسف؟ والله لو لها تاني. احنا بدايه الكلام بتاعنا حاجه اسمها اي تي بي. لو ما قلتوش معايا هعيد من اول الشابتر. انا فاضي، والله انا فاضي. اول حاجه اسمها اي تي بي. اي تي بي مش فاضي قوي الصراحه عشان حلفان سايكل. طيب بدايه الكلام يا دكتور انا عندي حاجه اسمها ايه؟ اي تي بي. لو انا كسرتها بطلع. طب لو انا انتجت طاقه بحول اي تي بي فيما يسمى اي تي بي. اي تي بي سايكل. يبقى الفري انرجي انا بجمعها في صوره اي تي بي. العمليه دي ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ ريفرسبل. قال لي يا دكتور الاي تي بي اي تي بي سايكل رابيد ولا رابيد؟ ولا رابيد. قال لي سعادتك رابيد. رابيد ليه يا دكتورنا؟ عشان كميه الاي تي بي قليله وفي نفس الوقت هي نوت ستورج فورم اوف انرجي. امال مين مخزون الطاقه عندي؟ كرياتين كاينيز. قال لي يا دكتورنا الفاضل بيتكون ازاي كرياتين كاينيز مع اي تي بي؟ بنزيم اسمه الكرياتين فوسفات بيتكون من كرياتين مع اي تي بي. بنزيم اسمه كرياتين كاينيز ياخد الفوسفات والطاقه من هنا يحطها على كرياتين عشان يكون لي حاجه اسمها كرياتين فوسفات. ات ريست انا بعمل كده. طب ات اكسرسايز انا برجع اكسر الكرياتين فوسفات عشان اخد منه الفوسفات والطاقه احطهم على اي تي بي فكون اي تي بي. لحد هنا في مشكله؟ الكلام ده ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ ريفرسبل. لحد هنا في مشكله يا شباب؟ طيب عشان نختم الموضوع ده لكل دلوقتي كل ده كلام فهم بس. قال لي يا دكتور في عنوان تاني برضو للفهم، ريجوليشن اوف ميتابوليك رياكشن اكوردنج الانرجي ليفل. الكلام شكله صعب قوي. ايه كلام الكفار ده؟ يعني ايه ريجوليشن للميتابوليك رياكشن اكوردنج الانرجي ليفل؟ انسى العنوان خالص وتعالى ركز معايا دكتورنا الفاضل. حد خد باله من حاجه انا بعملها؟ هو الاي تي بي في كام فوسفاتيه؟ في كام هاي انرجي بوند؟ 2. طب والاي تي بي في كام فوسفاتيه؟ 2. وفي كام هاي انرجي بوند؟ يعني الاي تي بي فيه هاي انرجي صح؟ بس انا ما بستهلكهاش. لو خدت بالك كل مره لازم ارجعه مره تانية اي تي بي. ليه؟ تعالوا نشوف مع بعض. لا تعالوا نشوف مع بعض. قال لي يا دكتور بدايه الكلام لو انا بدات باي تي بي، خلينا نقول 2 اي تي بي ماشي، وانا محتاج طاقه يوسف، فقال لي الاي تي بي دي هتتكسر ل 2 اي دي بي. حد عنده اي مشكله؟ ويطلع لي 2 ان اورجانيك فوسفات. لغايه دلوقتي في مشكله؟ طيب قال لي يا دكتورنا ارسم لي ادي اي دي بي، ادينين ادينوزين وفوسفاتايه الثانيه، وكمان ادينوزين وفوسفاتايه الثانيه. لغايه دلوقتي في مشكله؟ طيب قال لي يا دكتور انا ما بقدرش استهلك الطاقه اللي في الاي دي بي، انا لازم احولها الاول لاي تي بي. فايه اللي هيحصل؟ ركز معايا في الكلام. قال لي يا دكتورنا الفاضل هاخد فوسفات وطاقه من الاي دي بي اللي تحت. هاخد فوسفات وطاقه من الاي دي بي اللي تحت انقلهم على الاي دي بي اللي فوق. حد فهم انا عملت ايه؟ قال لي يا دكتور انا هاخد الفوسفات والطاقه من الاي دي بي اللي تحت انقلهم على مين؟ فاللي فوق بقى اسمه يا دكتورنا الفاضل، واللي تحت بقى اسمه اي ام بي. لحد هنا في اي مشكله؟ ارجع استهلك الاي تي بي مره ثانيه. لغايه دلوقتي في مشكله؟ تاني انا النهارده لو عندي 2 اي تي بي لما باجي اكسرهم بيطلع لي 2 اي دي بي. طلع لي مركبين اي دي بي واي دي بي. هنقل فوسفاتية من ده حطها على التاني، بقى التاني اسمه يا دكتور اي تي بي، واللي بقى لي هنا اسمه ايه؟ اي ام بي. لحد هنا في اي مشكلة؟ انا ليه بعمل كده؟ مش ليها علاقة قوي. خلينا بس اقول لك انا ليه بعمل كده واحدة واحدة.
قال لي اول حاجه انا بعمل كده، قال لي يا دكتورنا فور ريسنسايز عشان اكون مره ثانيه اي تي بي. يبقى الخطوه دي الهدف منها ان انا اكون مره ثانيه يا دكتورنا ايه اي تي بي. يبقى انا النهارده بدل ما كان عندي 2 اي دي بي ما لهمش لازمه انا مش قادر اصرفهم، انا كونت 1 اي تي بي اقدر استهلكه. المعلومه الثانيه قال لك الاي ام بي بينزيم اسمه ادينايل كاينيز، ادينايل كاينيز هيرجع يتحول لاي دي بي وبعدين اي تي بي. ما هو يا دكتور كاينيز يعني بيضيف ايه؟ بيضيف فوسفات، فالاي ام بي ينفع ان انا احوله مره ثانيه اي تي بي. تاني هو مش ده الهدفين الاسمى دلوقتي. انا لو عندي 2 اي تي بي، الاثنين اي تي بي هيتحول 2 اي دي بي، الاثنين اي دي بي يتحولوا لي الاي تي بي. وايه يا دكتورنا؟ اي ام بي. اقول لك حاجه، ويعني لو حد جامد قوي هيكون لمعها في المديول اللي فات، وانا اقسم بالله قايلها يومها قلت لك انساها. لما جينا اتكلمنا عن موضوع كان اسمه الامينو ايسايل تي ار ان اي سنسيتيز، كان في انزيم بيمسك لي الحمض الاميني مع تي ار ان اي. يوميها يا دكتور انا قلت لك بيجيب 2 اي تي بي وكانه استهلك واحده هاي انرجي بوند. كنت بقول لك 2 اي تي بي هيتحول له 2 اي دي بي. كان يا دكتور واحد قال لي يا دكتور هو الاي تي بي هيتحول لاي ام بي دايركت ولا هجيب 2 اي تي بي؟ كنت بقول لكم لا يا دكتور انا عندي 2 اي تي بي هيتحولوا سوا يا دكتورنا الفاضل لحاجه اسمها 2 اي تي بي، والاثنين اي تي بي يرجع يكون لي مره ثانيه اي تي بي وام بي. يبقى انا داخل بكام اي تي بي؟ 2، وطلع لي واحد ايه ام بي واحد، يبقى كاني استهلكت واحد اي تي بي، كاني استهلكت واحد اي تي بي. فاهمني ولا لا؟ انا داخل ب 2 اي تي بي وطالع واحد ام بي واحد، يبقى كاني استهلكت واحد اي تي بي. لا، هو الهدف اصلا في الاساس هو انتاج الاي ام بي. وتعالى اقول لك ليه. قال لي يا دكتور الاي ام بي هي سنسور لللو انرجي. دكاترتنا الاعزاء في اول الحصه كان عندي الاي تي بي بتتحول لاي دي بي، صح؟ واول ما طلع طاقه ارجع احول اي دي بي مره ثانيه اي تي بي. تخيل ان انا اضطريت اكمل تكسير الاي دي بي لحد اي ام بي. معنى كده ان الطاقه عندي قليله ولا عاليه؟ تاني انا النهارده كنت بكسر الاي تي بي لايه؟ وبعدين انتج طاقه فرجع الاي تي بي مره ثانيه اي تي بي. انا النهارده كسرت الاي تي بي لايه؟ الاي تي بي، ورجعت كملت تكسيرها لحد ما وصلت لايه؟ معنى ان انا عندي ام بي. طب الطاقه في الجسم قليله ولا عاليه؟ قليله. لا لا لا، قليله ولا عاليه؟ قليله. فيري لو. قال لي يا دكتور الاي ام بي سنسور للفيري لو انرجي. انا عملت الاحداث دي عشان اطلع ام بي، عشان اقول للجسم ثانيه واحده وارجع لك ان انا عندي فيري لو انرجي فزود الكاتابوليزم. انا هرجع اقول كل حاجه بس واحده واحده. هو العنوان بتاعي اسمه ايه؟ regulation of metabolic reaction according energy level. هو انا معنى ان انا الانرجي ليفل بتاعي قليل فزود الكاتابوليزم. انا يا دكتور عندي اي ام بي يبقى الانرجي ليفل قليل، فيا دكتورنا بروح ازود التكسير عشان اوفر طاقه. يبقى انا اتحكمت في التكسير تبعا ليه يا دكتور؟ للطاقه. فالعنوان اسمه regulation لايه؟ للميتابوليك رياكشن اكوردنج ايه؟ انرجي ليفل. ولا كاني قلت حاجه. يا زيد انا عندي 2 اي تي بي، الاثنين اي تي بي بيتكسروا لايه يا دكاترتنا الاعزاء؟ الاثنين اي دي بي. لحد هنا في اي مشكله؟ دكتور هقول لك حاجه حلوه يعني مثلا انت النهارده بتخرج كل يوم الصبح حاطط في جيبك اليمين 30 جنيه وجيبك الشمال 30 جنيه. فانت وقفت في سوبر ماركت هتشتري اي حاجه، اقل حاجه مثلا هتشتري 20 جنيه. فكده كده ال 30 جنيه دي محسساك انك سيف. تمام؟ ان الجيب ده فيه 30 ودي 30، 30 يعني اي تي بي واي تي بي، بما ان الاي تي بي فيها 3 و3. فحضرتك بتروح جاي ساحب 10 جنيه من هنا و10 جنيه من هنا. لغايه دلوقتي في مشكله؟ وتشتري ب 20 جنيه. انت فاضل لك هنا 20 وفاضل هنا 20، صح؟ فاضل اي تي بي وفاضل اي دي بي. انت ستيل حاسس انك امان عشان اي سوبر ماركت هتدخل هتشتري ب 20 جنيه. قال لي عشان تحسس نفسك في الخطر هتشيل من ده 10 تحطهم على التاني، فالتاني بقى 30 جنيه
وبقى معاك هنا 10. انا شلت من اي دي بي هنا خليت ده اي تي بي وبقى لي هنا ام بي. تدخل سوبر ماركت تطلع ال10 جنيه هتحس بليفل الخطر. وجود الاي ام بي حسسك ان انت بدات تفلس. وجود الاي ام بي حسس الجسم ان انا ما عنديش يا دكتورنا طاقه. فاهمني؟ انا عندي هنا الطاقه بقت قليله، فبعد اذنك حاول تنتج طاقه. فالاي ام بي هو سنسور لللو انرجي، فقل سعادتك بعد اذنك طلع طاقه واحده واحده. انا لما نقلت من ال20 دي 10 حطيتهم هنا، كونت هنا 30 جنيه مره ثانيه، كونت هنا اي تي بي مره ثانيه، حسيت ان انا مرتاح الناحيه دي، والناحيه دي بقى 10 جنيه بس حسستني بالخطر، فروحت سحبت من الدرج عشان اعوض ده. فقال لي دي يا دكتور حسستني ان انا لو انرجي، فزود الكتابوليزم عشان ترجع هنا مره ثانيه. يبقى الحركه اللي انا عملتها اول حاجه كونت اي تي بي الناحيه الثانيه. رقم 2 الاي ام بي اللي هنا حسستني بالخطر فزودت الكتابوليزم، فرجعت كونت اي تي بي الناحيه الثانيه. فهمتوني كده؟ واحده واحده بالراحه. ولك انسى المثال، انسى المثال، عايزك تفهم ده. انا عندي 2 اي تي، عشان انا حسيت انك مركز في المثال اكتر من الشرح. 2 اي تي بي يا ريتاش، 2 اي تي بي لما يكسروا يطلع لي 2 اي دي بي. لحد هنا في اي مشكله يا يوسف؟ ادي اي دي بي وادي اي دي بي الثانيه، اعمل ايه يا عبد الواحد؟ قال لي سعادتك هتنقل الفوسفات من هنا على اللي فوق، فالاي دي بي اللي فوق بقى اسمها اي تي بي، واللي تحت بقى اسمها. انا ليه عملت الحركه دي؟ لثلاث حاجات. اول حاجه ريفورم الاي تي بي اجين، مش انا النهارده كونت مره اي تي بي تاني. رقم 2 الاي ام بي ممكن بعد شويه احولها لاي تي بي، بنزيم اسمه ادينايل كاينيز. العمليه الثالثه وجود الاي ام بي هو الاساس. انا عامل كده عشان اوفر مين يا دكتور؟ لان الاي ام بي سنسور للايه؟ للفيري لو انرجي. معنى ان في ام بي فزود عمليه الايه؟ الكتابوليزم. معنى ان في ام بي فزود الايه؟ الكتابوليزم. فهمتني؟ فالعنوان اسمه ايه؟ ريجوليشن للميتابوليك اللي هو الكتابوليزم اكوردنج للانرجي. ما انا ما عنديش طاقه فبزود الايه؟ الكتابوليزم. لحد هنا في مشكله؟ مين كان هيسال؟ حد كان هيسال؟ سؤالك وصل اجابته؟ فهمتها دلوقتي؟ طيب خلاص. حد حاضر. اذا كانت الانرجي لو انرجي بس، عارف لو انا عندي انرجي بتتعوض هرجع مره ثانيه ارجع الاي دي بي الاي تي بي. فاهم قصدي؟ لو انا النهارده يا شباب الكلام ده بيحصل لو انا فيري لو انرجي. ليه؟ لان لو عندي انرجي يا اولاد لسه قايلها حالا، اول ما الاي دي بي تتكسر، اي تي بي تتكسر الاي دي بي، الاي دي بي ترجع مره ثانيه اي تي بي فيري رابيد طول ما انا عندي ايه؟ طاقه. انما انا اضطريت اعمل كده وانا ما عنديش يا دكتورنا طاقه. فهمت قصدي؟ ما عنديش طاقه ترجع الاي دي بي مره ثانيه اي تي بي. يبقى للمره الاخيره انا عندي 2 اي تي بي، لما اشيل من كل واحد فوسفات يا عبد الرحمن يطلع لي 2 اي دي بي. يعني مركبين كل واحد فيهم فيه كام فوسفتايه؟ 2. لو نقلت فوسفتايه من هنا للي فوق، اللي فوق بقى اسمه ايه؟ اي تي بي، واللي تحت بقى اسمه ايه؟ اي ام بي. يبقى بقى عندي واحده اي تي بي وواحده اي ام بي. طيب ايه الهدف من كده؟ رقم 1 ان انا ريفورم اي تي بي اجين. رقم 2 ان الاي ام بي ممكن تتحول لاي تي بي تاني. اهم حاجه انا ليه كونت اي تي بي؟ وجود الاي تي بي اللي ما فيهاش طاقه خالص زي ما قلنا ده سنسور ان انا ما عنديش يا دكتور طاقه، فزود عمليه الكتابوليزم. يبقى معنى ان شاء الله واحنا بنشرح اي بصويه الحصه اللي جايه، الحصه اللي بعد الجايه واللي جايه والله، لما اجي اخد ريجوليشن بتاع الكريبس هقول لك وجود الاي ام بي يزود كريبس. ما هو لو انا ما عندي ام بي ما عنديش طاقه. وجود الاي ام بي يزود سلسله نقل الالكترون. وجود الاي ام بي يزود الجلايكوليس. وجود الاي ام بي يزود اي حاجه بتنتج يا دكتور طاقه. لان عندي سؤال، الصيام بيزود الاي ام بي يزود طاقه؟ بيزود الاي ام بي، يعني انا ما عنديش طاقه فببدا اكسر حاجات عشان اوفر ايه؟ اوفر طاقه. بس الطاقه اكتر ان شاء الله. هناخد اخر عنوان النهارده بس كده كفايه. حاجه اسمها ليفل اوف انرجي برودكشن. خلينا دكاتره الموضوع ده ممكن يجي نظري، تمام؟ الموضوع ده هنقوله دلوقتي نصه حضرتك هتفهمه في الشابتر ده
والنص التاني ان شاء الله هنفهمه في تاني حصة في الكربوهيدرات. فده كلام سابق بيه احداث هتيجي بعد كده. انا النهاردة هقوله من غير معادلات عشان انت هتحفظه من غير معادلات سهل كده. طب هو في معادلات هناخدها بعد كده في وقتها. حد فاهم انا بقول ايه؟ الكلام ده هيتاخد تاني ومش بعيد، لا تاخد في نفس الاسبوع ان شاء الله، واحد في نص الاسبوع والتاني في اخر الاسبوع ان شاء الله. طيب دكتور، الى حد ما خلينا نفهم مع بعض. ايه يا دكتور الليفل اوف انرجي برودكشن؟ احنا اتفقنا مع بعض من شويه ان انتاج الطاقه عمليه اسمها فوسفوريليشن، صح كده يا شباب؟ مش انا لسه قايل لك انتاج الطاقه يعني انا بجيب اي دي بي واحط عليه فوسفات فطلع ايه؟ اي تي بي. فعمليه انتاج الطاقه اسمها يا دكتور فوسفوريليشن. طيب دكتورنا الفاضل، هي الطاقه بتطلع في كم مكان؟ في مكانين. اغلب الطاقه زي ما خدت قبل كده كانت بتطلع في الميتوكوندريا، صح؟ في حاجه اسمها سلسله نقل الالكترون او التنفس. يعني ايه؟ تعالوا نقول الكلام ده من الحصه اللي فاتت بالراحه. احنا اتفقنا الحصه اللي فاتت ان احنا بناكل اكل، والاكل ده بيحصل له عمليه هضم، صح كده؟ وبعد كده يتحول للسمبلست يونت فيحصل له عمليه ابزوربشن، ويمشي في الدم ويحصل له ابتيكن باي تيشو، وجوه التيشو يتحول لحاجه اسمها اسيتايل كوي، والاسيتايل كوي تدخل كريبس عشان الطاقه اللي جوه الاكل كلها تتخزن في حاجه اسمها ناديتش وفاليتش 2. لحد هنا في اي مشكله؟ يبقى النهارده انا استخدمت الطاقه اللي في الاكل عشان اربط ناد مع هيدروجين، وعشان اربط فاد مع ايه يا دكتور؟ هيدروجين. فطلع لي حاجه اسمها ريديوست كوينزايم. الكلام ده قلناه المره اللي فاتت. قال لي سعادتك بدخل بعد كده اخر خطوه اللي اسمها سلسله نقل الالكترون، الالكترون ترانسبورت اتشين. كنت بعمل ايه؟ كنت بكسر الناد اتش يا دكتور لناد وهيدروجين، صح كده؟ فانا دلوقتي فصلت من عن ناد اتش الهيدروجين، واخد الطاقه اللي كانت جوه الناد اتش عشان اربط اي دي بي مع فوسفات فكون يا دكتور اي تي بي. تاني سلسله نقل الالكترون كان بيحصل فيها عمليتين، ده دي حصه المره اللي جايه كلها. كان بيحصل فيها ايه؟ حاجتين اتنين. الحاجه الاولى يا دكتور بفصل الهيدروجين اللي على النات عشان احطها على اكسجين واكون ميه. يبقى انا فصلت ايه يا دكتور؟ الهيدروجين. طب لما كسر الناد اتش، الطاقه يا جنى اللي متخزنه جوه الناد، مش الناد اتش دي جواها طاقه؟ الطاقه دي بستخدمها عشان اكون ايه يا دكتور؟ اي تي بي. يبقى انا عملت كام عمليه النهارده؟ اتنين. اول عمليه اسمها اوكسيديشن ولا ريدكشن هنا؟ انا ضفت اكسجين، انا شلت هيدروجين، مش انا شلت من الناد هيدروجين؟ وازاله هيدروجين تعني ايه؟ اكسده، فاسمها ايه؟ اوكسيديشن. وكونت يا دكتور اي تي بي، وتكوين اي تي بي اسمه فوسفوريليشن. يبقى اغلب الطاقه بيحصل جوه فين يا دكتور؟ الميتوكوندريا، في حاجه اسمها ريسبيراتوري ايه؟ تشين، سلسله التنفس، عن طريق ان انا بعمل عمليتين، عمليه اسمها اوكسيديشن والعمليه الثانيه اسمها فوسفوريليشن. يبقى اغلب الاي تي بي بيتكون بعمليه اسمها الاوكسيديتيف ايه؟ فوسفوريليشن. اغلب الاي تي بي بيتكون بعمليه اسمها ايه؟ اوكسيديتيف فوسفوريليشن. عمليتين مع بعض، انا باكسد الناد اتش وبكون يا دكتور اي تي بي، واضح كده؟ يبقى انا بفصل من هنا الهيدروجين. طب ولو فات برضو هفصل منها الايه؟ الهيدروجين. يبقى اغلب الطاقه بتطلع في الميتوكوندريا في عمليه اسمها الايه؟ اوكسيديتيف فوسفوريليشن. قال لي يا دكتور وفي شويه انرجي بيطلعوا بره الميتوكوندريا، يبقى اغلب الطاقه بتطلع بعمليه اسمها يا دكتور اوكسيديتيف فوسفوريليشن. قال لي في القليل من الانرجي بقى بيطلعوا بعمليه اسمها سبستريت ليفل فوسفوريليشن، وهذا هو موضوعنا هنخلصه ونقوم نروح. يعني ايه سبستريت ليفل فوسفوريليشن؟ هو العاده يا اسامه ان عمليه الفوسفوريليشن بتحصل جوه مين؟ الميتوكوندريا. قال لي يا دكتور لا انا بره الميتوكوندريا هجيب سبستريت، السبستريت ده فيه طاقه عاليه، السبستريت ده فيه ايه؟ هاخد منه الطاقه واكون اي تي بي. تاني
هو انا الطبيعي يا ريتاش ان كل الطاقه اللي في الاكل هتوصل في الاخر ليه لناد اتش وفاد اتش اللي هيدخلوا سلسله نقل الايه الالكترون عشان ايه على في النهايه الاي تي بي تطلع في عمليه اسمها ايه اوكسيديشن ده الطبيعي يبقى الطاقه كلها بتطلع في عمليه اسمها ايه اوكسيديتيف فوسفوريليشن فيها دكتور القليل من الطاقه بجيب سابستريت يحتوي على طاقه عاليه اللي احنا خدناه من الحصه اللي فاتت سابستريت يحتوي على طاقه عاليه اخد الطاقه بتاعته واكون منه اي تي بي ما استنيتش اوصل للميتوكوندري فالعمليه اسمها ايه اسمع سابستريت ليفل فوسفوريليشن يعني ايه فوسفوريليشن تكوين اي تي بي عند مين يا دكتور سابستريت ما استنيتش ادخل الايه الميتوكوندري وهم في الحياه ثلاث تفاعلات ما لهمش رابع ثلاث تفاعلات بس اللي ربنا خلقهم بيحصل فيهم العمليه دي اي اي تي بي بتطلع في الميتوكوندريا بعمليه اسمها ايه اوكسيديتيف فوسفوريليشن اي اي تي بي بتطلع بعمليه اسمها في ثلاثه بس اي تي بي بيطلعوا من سابستريت فاسمهم ايه سابستريت ليفل فوسفوريليشن هما كم خطوه كم مثال ثلاثه اتنين في الجلايكوليسيس هناخدهم لما ناخد الكربوهيدرات وواحد في كريبس هناخده ان شاء الله الحصه بعد الجايه يبقى هما كم مثال يا دكتور ثلاثه انا هشرح النهارده الثلاث امثله من غير معادلات واضح عشان حضرتك تحفظهم وهنرجع ناخدهم في وقتهم تاني بالايه بالمعادلات طب سعادتك خدتها كم مره مرتين دكتور هو يعني ايه سابستريت ليفل فوسفوريليشن انا يا دكتور بكون اي تي بي من ايه من سابستريت فاول خطوه يا دكتورنا اول خطوه اصلا ان انا يبقى عندي سابستريت فيه طاقه فاول خطوه في السابستريت ليفل قال لك فورميشن تكوين هاي انرجي بوند اول حاجه يا دكتور اصلا انك تكون طاقه او ربطه طاقتها عاليه رقم اتنين انا دلوقتي كونت ربطه طاقتها عاليه قال لي تاني خطوه ترانسفير الانرجي انقل الانرجي لاي دي بي عشان اكون اي تي بي شبابنا الاعزاء الحصه اللي فاتت احنا خدنا مركب اسمه 1 و3 بسفيسفوجليسترات صح كان الواحد وثلاثة بسفيسفوجليسترات ده كنت بقول لك ان فيه هاي انرجي يبقى الاول لازم اكون مركب اسمه 1 و3 بسفيسفوجليسترات الخطوه الثانيه هاخد الطاقه اللي فيه احطها على دي بي عشان اكون اي تي بي فاهمني ولا لا يبقى اول خطوه ان انا اكون اصلا الهاي انرجي رقم 2 انقلها واحطها على اي دي بي عشان اكون اي تي بي فاهميني كده يا شباب؟ طيب انا هشتغل على ثلاث امثله. اول مثال خدناه الحصه اللي فاتت كان اسمه 1 و3 بسفيسفوجليسترين. تاني مثال خدناه المره اللي فاتت كان مركب اسمه 2B. ثالث مثال خدناه المره اللي فاتت كوي ديريفاتيف حاجه اسمها الساكسونايل كوي. مش كل مركب في الثلاثه دول كان هاي انرجي؟ يبقى انا الاول هكونه وبعد كده كسره. حد فاهم انا بقول ايه انا الاول هكون المركبات اللي فيها الطاقه اخد الطاقه اللي فيها احطها على اي دي بي فكون يا دكتورنا اي تي بي ثلاث معادلات هقولهم لك وهتقوم تروح بالراحه دكتور هي اي طاقه بتطلع على كام ليفل 2 اغلب الطاقه بتطلع فين في الميتوكوندريا بعمليه اسمها ايه اوكسيديشن فوسفوريليشن اللي بتحصل امتى في الريسبيراتوري تشين في ثلاث خطوات بيحصلوا عند سابستريت فاسمهم سابستريت ليفل فوسفوريليشن اسمهم سابستريت ليفل فوسفوريليشن انا يا دكتور لازم الاول اكون ايه هاي انرجي بوند بعد كده انقل الطاقه اللي فيها الاي دي بي عشان اكون اي تي بي هم ثلاث تفاعلات تعالوا نشوفهم مع بعض وتقوم تروح انا قلت لك في اتنين منهم موجودين في الجلايكوليسيس ركز معايا يا دكتور قال لي يا دكتور ان شاء الله لما ناخد الجلايكوليسيس هقول لك الجلوكوز اثناء تكسيره الجلوكوز بيتكسر في 10 خطوات الخطوه الخامسه ان شاء الله لما ناخدها بينتج عنها مركب اسمه جليسرالدهايد 3 فوسفات يعني جليسرالدهايد الكربونه الثالثه فيها ايه فوسفات
شباب فاكرين شابتر الكربوهيدرات؟ اول شابتر في المنهج حبيبنا اللي ذاكرناه كتير كان بدايته في عنوان اسمه المونوساكرايد صح؟ كان اول مثال للمونوساكرايد اسمه جليسرال دايت صح؟ كان في الفانكشن اوف الترايوس كان بيقول لك ان الجليسرال دايت ثريفوسفات بيدخل في الكربوهيدرات ميتابوليزم اثناء حرق الجلوكوز بيطلع لي مركب اسمه يا دكتور جليسرالدهايد 3 فوسفات شباب شباب الجليسرالدهايد انا هرسمه بس عشان احنا خدناه الترم الاول ده جليسرالدهايد عادي خالص ده الجليسرالدهايد اللي احنا خدناه الترم الاول قال لي يا دكتور لو الكربونه الثالثه فيها فوسفات اصبح اسمه جليسرالدهايد 3 فوسفات لغايه دلوقتي في مشكله قال لك الجليسرالدهايد 3 فوسفات ده يا دكتورنا الفاضل هيشتغل عليه انزيم اسمه جليسرالدهايد 3 فوسفات دي هيدروجينيز اسمه ايه دي هيدروجينيز يعني ايه دي هيدروجينيز ديليت الهيدروجين هيشيل منه ايه يا دكتورنا هيدروجين قال لي يا دكتورنا الفاضل هيشيل منه هيدروجين لغايه هنا في مشكله وهيحط مكانها فوسفات وهيحط مكانها ايه فوسفات يتحط مكانها فوسفات بالشكل ده يبقى هو عمل ايه شال هيدروجين وربط مكانها فوسفات لغايه دلوقتي في مشكله انا قبل ما اعمل كده كان اسمي جليسرالدهايد يا دكتور 3 فوسفات عشان الكربونه الثالثه بس هي اللي فيها ايه فوسفات حضرتك هتشيل مني هيدروجين وتحط مكانها ايه فوسفات بقى المركب الجديد اسمه 1 و3 بسفسفو جليسريت صح كده جليسريت الكربونه 1 والكربونه 3 فيهم ايه فوسفات يبقى المركب اللي اتكون اسمه ايه 1 و3 بسفسفو جليسريت دكتور هو ليه اسمه بسفسفو ما اسموش باي فسفو عشان الاثنين فوسفات فين في كربونتين بعيد لو كان الاثنين فوسفات يا جنى في نفس الكربونه يعني لو المركب كان بالشكل ده كده كنت هقول 3 باي فوسفو انما يا ريتاج عشان الاثنين فوسفات بعاد عن بعض بسميها بس مش باي فاهم قصدي كلمه باي يعني 2 وبس يعني 2 انا اقصد الاثنين في نفس الذره ولا الاثنين في ذرتين بعاد عن بعض هما هنا الفوسفاتين ايه يا دكتور بعاد عن بعض تاني انا عندي مركب اسمه ايه جليسرالدهايد 3 فوسفات حضرتك هشيل منه هيدروجين يبقى الانزيم اسمه ايه دي هيدروجينيز وحط مكانها فوسفات فالمركب الجديد اسمه ايه 1 و3 بسفسفو جليسريت لحد هنا في اي مشكله قال لي سعادتك طبعا انت بتشيل هيدروجين على نت تطلع نت اتش طيب الواحد وثلاثة بسفسفو جليسريت ده قلنا الحصة اللي فاتت كان هاي انرجي ولا لو انرجي كان هاي انرجي الواحد وثلاثة ده كان مثال من المركبات اللي فيها ايه طاقة كان اسمها ايه كربوكسيل استر كان ربطة اسمها كربوكسيل فوسفات كان اسمها يا دكتور ادي كربوكسيل اهو سي ويتش كربوكسيل يا دكتور فوسفات يبقى المركب ده فيه ايه في طاقة علي عشان يزيد ما يتكلمش في طاقة يا دكتورنا علي شايفة يا زيد ربطة دبل كيرفت لغاية دلوقتي في مشكلة يبقى الجليسرالدهايد 3 فوسفات بديها هيدروجينيز بقى اسمه ايه 1 و3 بسفسفو جليسريت اخر خطوة هي دي الخطوة المهمة بقى بتاعتي قال لي بانزيم اسمه بسفسفو جليسريت كاينيز الانزيم ده هيعمل ايه ركز معايا قال لي هيشيل الفوسفاتية اللي هنا مش انا يا دكتور عندي فوسفات وطاقة قال لي هيشيل الفوسفات والطاقة يحطهم على مين على ADP ويكون لسعادتك مين ATP دكتور انا كنت مركب سيبك بقى من الفورمولا انا مركب فيها 3 كربونات وهي دلوقتي في مشكلة الكربونة 1 فيها ايه فوسفات والكربونة 3 فيها ايه بس الكربونة 1 الفوسفات بتاعتها طاقة ايه علي فقال لي هشيل يا دكتورنا الفوسفات اللي في الكربونه رقم كام 1 احطها على ايه اي دي بي فكون اشمعنى عشان المركب ده هاي انرجي ويتبقى لي مركب اسمه 3 فوسفو جليسريت منطقي لابعد الحدود انا عبد الواحد لما كان فيا 1 و3 كان اسمي ايه
واحد وتلاتة. لما شلت اللي في رقم واحد بقى اسمي ايه؟ تلاتة فوسفو جليسرين. يبقى دي اي تي بي اتكونت ولا لا يا دكتور؟ اتكونت جوه الميتوكوندريا ولا من سابستريت؟ فعشان كده اسمها ايه؟ سابستريت ليفل فوسفوريليشن. تاني يوم هنشرح الجلايكوليسيز 10 خطوات. ادي خطوتين منهم هم يا دكتور. انا عندي مركب اسمه ايه؟ جليسرول دهايد ثري فوسفات. بنزيم اسمه جليسرول دهايد ثري فوسفات ايه؟ دي هيدروجينيز. بيشيل منه ايه يا دكتور؟ هيدروجين ويحط مكانها ايه؟ فوسفات. فيكون مركب اسمه ايه؟ واحد وتلاتة بسفيسفو جليسريت. المركب ده هاي ولا لو انرجي؟ الرابطة اللي فيه اسمها ايه؟ كربوكسي فوسفات. كربوكسي فوسفات كربو... مش ده ولاد كربوكسيل؟ سي او او ده كربوكسيل وعليها فوسفات يبقى اسمه كربوكسي ايه؟ فوسفات. هشيل الطاقه والفوسفات احطهم على مين؟ فيكون ايه؟ وبدل ما انا اسمي واحد وثلاثة بقى اسمي ايه؟ ثلاثة فوسفو جليسرين. ده اول مثال من الثلاث امثله. صعب يا اولاد؟ طبعا احنا هناخد بعد كده المعادلات، يعني انت لو المعادلات انا رسمتها وهتترسم تاني، بس النهارده خليها من غير معادلات. فاهمها لغايه دلوقتي؟ طيب امرني مين بيسأل؟ مول الكيتون كانت ثاني كربون. الكيتون ثاني كربون. ايه علاقه الكيتون بالموضوع؟ لا لا دي مش كيتون. انا النهارده الالدهايد سي او اتش دي اسمها الدهايد، مش الالدهايد سي او اتش. السي اتش او هي بتتكتب كده لو فسرتها، هي دي الالدهايد. احنا دايما كنا بنكتبها كده بس هي بتتكتب كده برضو. فهمت قصدي؟ ماشي. يبقى ده اول مثال. لغايه دلوقتي في مشكله؟ طيب تعالى تاني مثال يا دكتور. في مركب اسمه 2 فوسفو جليسرين. دكتور انا لسه في الجلايكوليس، مش انا قلت لك عندي مثالين في الجلايكوليسيس؟ شباب انا هكمل لكم الاحداث، هي مش مكمله هنا. بص ركز معايا يا دكتورنا الفاضل. انا كان عندي مركب اسمه ايه؟ جليسرالدهايد ثري فوسفات، بيديها هيدروجينيز بس اسمه ايه؟ واحد وثلاثة بسفيسفو جليسرين. اخد منه الطاقة ويتحول لايه؟ لثلاثة فوسفو جليسرين. الثلاثة فوسفو جليسرين الفوسفات في الكربونة كام؟ ثلاثة. الفوسفات بتتنقل في رقم اتنين يبقى اسمي اتنين فوسفو جليسرين. فاهميني كده؟ يبقى انا هبدأ هنا بمركب اسمه ايه؟ اتنين فوسفو جليسرين. اللي هو يا دكتور جليسريت عادي جدا، بس الكربونة اتنين يا دكتورنا الفاضل هي اللي تحتوي على ايه؟ على الفوسفات. يبقى اسمه يا دكتورنا اتنين فوسفو جليسرين. فاهميني ولا لا؟ معايا يا ولاد؟ شباب بصوا انتوا مش عليكم معادلات، انا هرسمها بس كده فور فن. بدايه الكلام كان بالجليسرالدهايد، ادي الجليسرالدهايد اهو، ادي الجليسرالدهايد اهو. الجليسرالدهايد لما يتحط عليه فوسفات بقى اسمه جليسرالدهايد 3 فوسفات. لغايه دلوقتي في مشكله؟ طيب قال لي باجي على الجليسرالدهايد 3 فوسفات اشيل يا دكتورنا فوسفاتايه واشيل الهيدروجين واحط مكانها فوسفات، بقى اسمي يا دكتور 1 و3 بسفيسفو جليسرين. لغايه هنا في مشكله؟ ارجع يا دكتورنا ال1 و3 بسفيسفو جليسرين ده اشيل منه الفوسفات، فيبقى لي مركب اسمه ايه؟ 3 فوسفو جليسرين. بص بقى يوسف هعمل ايه؟ هطلع الفوسفات هنا وانزل الاتش تحت، باسمي يا دكتورنا 2 فوسفو جليسرين. يبقى بدايه الكلام بتاعي بمركب اسمه ايه يا دكتورنا الفاضل؟ 2 فوسفو جليسرين. دكاتره علشان ما نتوهش من بعض لغايه ما ناخد الكربوهيدرات، تعال اقول لك حاجه حلوه. في مركب يا اولاد اسمه جليسريت. اسمه ايه؟ الجليسريت لو انا شلت منه ميه بقى اسمه اينول بايروفيت. تاني الجليسريت لو انا شلت منه ميه بقى اسمه ايه؟ اينول بايروفيت. الجليسريت لو انا شلت منه ميه بقى اسمه ايه؟ اينول بايروفيت. الجليسريت لو شلت ميه بقى اسمه ايه؟ طب المركب ده مش جليسريت، ده جليسريت الكربونه الثانيه فيها فوسفات، فاسمه يا دكتور 2 فوسفو جليسريت. لو انا شلت منه ميه دي مركب اسمه ايه؟ 2 فوسفو اينول بايروفيت. فاهميني ولا لا؟ تاني الجليسريت لو شلت منه ميه بقى اسمه ايه؟ اينول بايروفيت. الجليسريت لو شلت منه ميه بقى اسمه ايه؟ اينول بايروفيت. طب يا دكتور المركب ده مش جليسريت، ده جليسريت الكربونه الثانيه فيها
فوسفات، فاسمه 2 فوسفو. طب لو شلت منه ميه بس اسمه 2 ايه؟ فوسفو اينول بايروفين. فاهميني ولا لا؟ تاني، الاثنين فوسفو جليسريت بنزيم يا دكاتره اسمه اينوليز. الانزيم ده بيشيل ميه ويتبقى لي مركب اسمه 2 فوسفو اينول بايروفين. اسمه ايه يا دكتور؟ 2 فوسفو اينول بايروفين. المركب ده خدناه الحصه اللي فاتت كان هاي ايه؟ هاي انرجي. لحد هنا معايا؟ تاني، انا بقول لك الجليسريت لو شلت منه ميه بقى اسمه اينول بايروفين، يبقى الفوسفو جليسريت لو شلت منه ميه بقى اسمه ايه؟ فوسفو اينول بايروفين. الفوسفات في الكربون رقم كام؟ 2. المركب ده قلنا المره اللي فاتت هاي انرجي ايه؟ فوسفات. كانت الرابطه اللي فيه نوعها ايه يا دكتورنا؟ اينول فوسفات. كان اسمها اينول فوسفات. دكاتره انت مش عليك فورمولا، ده يا دكتور الاثنين فوسفوجليسريت. بصوا اللي انا هعمله، بصوا لي على السبورة، انا هقولها مره واحده وهتتقال بعد كده ان شاء الله هناك. دكاتره انا هشيل من هنا اتش واشيل من هنا ايه؟ او اتش. اتش و اتش يطلع في صوره جزيء ايه؟ ميه. ارسم لي المركب تاني. ادي الكربونه الاولى زي ما هي سي او اتش، ادي الكربونه الثانيه اهي سي او بي اتش، ادي الكربونه الثالثه اهي سي اتش 2 او اتش. بص يا يوسف هعمل ايه؟ هشيل الاو اتش دي ازيد، بقت الكربون ناقصها رابطه. مش الكربون دي كان اسمها سي اتش 2 او اتش؟ شباب شباب انتوا خدتوا كيمياء صح؟ عندكم اعتراض لو رسمت الكربونه كده سي اتش 2 او اتش؟ عادي صح؟ عادي هي سي اتش 2 او اتش. فانا يا دكتورنا هشيل منها ايه؟ او اتش، وهشيل من الكربونه اللي فوق ايه؟ اتش. اقوم اوصل الكربونتين ببعض دبل بوند صح؟ الدبل بوند بين اتنين كربون اسمها يا دكتور؟ اينول. اللي الدبل بوند بين اتنين كربون اسمها ايه؟ اينول. عشان كده المركب ده اسمه اينول بايروفين. الدبل بوند بين اتنين كربون اسمها اينول، عشان كده المركب ده اسمه اينول. الكربونه اتنين سعادتك فيها ايه دلوقتي؟ فوسفات، فعشان كده اسمه ايه؟ اتنين فوسفو اينول بايروفين. فاهميني ولا لا؟ طيب يعني يا جماعه يعني تزعلوا مني لو شلت دي كده وكتبت اتش 2 بس عشان الشكل العام. هي هي ما اتش 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 2 اخدت مني. يبقى ده اسمه ايه؟ اينول بايرو، لا اسمه 2 فوسفو اينول بايروفيت. قال لي يا دكتورنا ال 2 فوسفو اينول بايروفيت ده هشيل منه الفوسفات بانزيم اسمه بايروفيت كاينيز. هشيل منه يا دكتور الفوسفات، احطها على مين؟ اي دي بي. اكون مين؟ اي تي بي. في حد عنده اعتراض؟ فيتبقى لي مركب اسمه اينول بايروفين. في مشكله يا اولاد؟ انا لما اشيل الفوسفات يا يزيد المركب اهو بقى اسمه ايه يا دكتورنا؟ اينول بايروفين. شلت منه الفوسفات، انا بشيل الفوسفات احطها على مين؟ اي دي بي. عشان يطلع لي مين؟ رسمت الفورم، كنتش عايز ارسمها الصراحه بس رسمتها. يا اولاد انت من غير الفورمولا انت مش بتفهم حاجه، الفورمولا هي اللي هتفهمك، من غيرها انت هتحفظ. يعني يوسف النهارده هيروح يقعد يغمض عينه ويدبدب في الارض. 2 فوسفوجليسرين بايونوليز بيتحول ل 2 بي بالبايروفيت كاينيز يتحول يعني ايه؟ ما انت لازم تكون فاهم الايه؟ الفورمولا عشان يوم ما تنساها تفتكرها. واضح؟ في اخر السنه هتحفظها انا عارف، اسمع علينا يا برضه ضميري. دكتور في مركب اسمه ايه؟ 2 فوسفوجليسرين بنزيم اسمه ايه؟ اينوليز. قال لي يا دكتور بسحب منه ميه فيتكون لي مركب اسمه ايه؟ 2 فوسفو اينول بايروفين. والله الاسم حلو قوي، بص 2 فوسفو اينول بايروفين. واضح كده؟ اشيل منه الفوسفات يا دكتور احطها على مين؟ اي دي بي. يكون لي مين؟ اي تي بي. والمركب بقى اسمه ايه؟ اينول بايروفين. قال لك الاينول بايروفين ده يا احمد يعني هناك بقى في الكربوهيدرات بيتحول لبايروفين. انا ليه بحوله عشان افهمك يعني ايه اينول بايروفين؟ بص يا يوسف ايه اللي هيحصل؟ بص يا شباب اهو المركب اهو زي ما هو، هرسمه تاني. لحد هنا في في دبل بوند صح كده؟ في دبل بوند. بص اللي هيحصل ايه؟ دكتورنا الفاضل انا هكسر الدبل بوند اللي هنا. حد عنده اعتراض؟ لما اكسر الدبل بوند دي يا ريت اشبهت الكربون دي محتاجه ربط ويزيد الكربون دي محتاجه ربط. هم كانوا متوصلين مع بعض الدبل بوند. طيب بص يا دكاتره وهشيل الهيدروجين اللي هنا. لما اشيلها يا دكتور بقت الكربون دي هي كمان الاكسجين دي محتاجه ايه؟ ربط. اعمل ايه؟ احط الهيدروجين تحت باسم سي اتش 3 ويا دكتور اوصل الكربون بالاكسجين باسم يا دكتور بايروفيت. ده البايروفيت.
ده البيروفيت، ده البيروفيت او الكيتون بيروفيت. انما ده يا دكتور اسمه الانول بيروفيت. يبقى ده البيروفيت اللي فيه كيتون فاسمه كيتون بيروفيت، انما ده يا دكتور اسمه انول بيروفيت. فاهمني ولا لا؟ مش عليا رسم بس انا من غيره مش هفهم. دكتور دول اول مثالين من الثلاثه، فاضل مثال واحد وهنروح. بس قبل ما اقوله هعيد تاني. انا حاضر صور براحتك. قال لي يا دكتور انا بطلع الطاقه على كم مرحله يا دكتوره جنى؟ اول مرحله اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ هبدا من الاول. اول مرحله اسمها ايه؟ اوكسيديتيف فوسفوريليشن. بتحصل فين يا دكتور؟ في الريسبيراتوري تشين. اللي بتحصل فين؟ في الميتوكوندريا. عباره عن عمليتين، اول عمليه اسمها والثانيه اسمها تاني حاجه اسمها يا دكتور سابستريت ليفل. اظن انت فاهم يعني ايه سابستريت ليفل فوسفور. يعني ايه فوسفوريليشن؟ تكوين اي تي بي. يعني ايه سابستريت عند مين يا دكتور؟ عند سابستريت. قال لي لازم اكون الاول اصلا السابستريت اللي فيه طاقه. رقم 2 يا دكتور انقل الطاقه لاي دي بي فكون اي تي بي. لغايه دلوقتي في مشكله؟ طيب بدايه الكلام عندي مركب اسمه ايه؟ جليسرالدهايد 3 فوسفات. قال لي يا دكتور انا بشيل منه هيدروجين بنزيم اسمه دي هيدروجينيز واحط فوسفات في رقم 1 بقى اسمه ايه؟ واحد وثلاثة بسفسفو اللي هو هاي انرجي ولا لو انرجي؟ هاي انرجي فوسفات. اسمها ايه من المرة اللي فاتت؟ كاربوكسيل فوسفات. قال لي يا دكتور هاخد الفوسفات والطاقة واحطها يا دكتور على ايه؟ ويكون وبعد كده بقى اسمي ثلاثة فوسفو جليسرين. قال لي يا دكتورنا في مركب اسمه 2 فوسفو جليسرين بينزيم يا دكتورنا الفاضل اسمه ايه؟ إينوليز. الإينوليز ده بيعمل ايه؟ بيسحب مية. إينوليز ده كان معلين بلاش كان. قال لي يا دكتورنا لما اسحب منه مية بقى اسمه ايه؟ 2 فوسفو إينول بيروفي. لو هاي ولا لو انرجي؟ هاي انرجي. الرابطة اللي فيه اسمها ايه؟ إينول فوسفات. قال لي يا دكتور باخد الفوسفات احطها على وكون فيبقى لي مركب اسمه اللي هيتحول بعد كده لكيتو بيروفيت. لحد هنا في مشكلة؟ بص يا ولاد انت خدت كم خطوة؟ خطوة 2 3 4 5 من العشر خطوات بتوع الجلايكوليس. يعني يوم ما ناخد جلايكوليسز انا هبدأ من الاول لحد هنا. اتمنى الخمس خطوات دول وانا بشرحهم تكون فاكرهم. يعني الجلايكوليس احنا ناخده الاسبوع ده يعني مش بعيد. دكتور هو انا هنا كونت اي تي بي من سابستريت فاسمها ايه؟ سابستريت ليفل فوسفوريليشن. حد هنا في مشكله؟ حاضر. بص يا دكتوره اللي انا هعمله بالعربي كده، انا هنزل الهيدروجين دي تحت هتبقى اللي تحت اسمها ايه؟ CH3 واطلع الدبل بوند هنا فتبقى دي دبل بوند. ازاي؟ يعني ازاي يا دكتور؟ ارسمها كده تاني. انا كنت كده وكنت كده وكنت كده، في مشكلة؟ لما اكسر الدبل بوند اللي هنا واشيل الهيدروجين اللي هنا قفلي بقى المركب. الاكسجين ناقصها ربطة عشان تستقر صح؟ هوصلها بالكربون بدبل بوند. الكربون دي استقرت والاكسجين استقر. طب الكربونة اللي تحت دي ناقصها ربطة، يعني انها يا دكتور مرتبطة ب H2 ب 2 H ناقصها ربطة. احط لها الاتشاء اللي انا شلتها من فوق بقى اسمها CH3 وده يا دكتورنا الكيتول بايروفيت. اخر مثال ده في كريبس. المثالين دول يا اولاد زي ما قلت لك موجودين فين؟ في الجلايكوليس. اخر مثال يا دكاترتنا الافاضل موجود في كريبس سايكل. طيب واحده واحده بقى مع بعض. بصوا يا شباب اثناء كريبس هيبقى في مركب اسمه الفا كيتو جلوتاريت. واحده واحده هقول لك يعني شو اسمه. الصبوره مش باينه كلها صح؟ انا حاسس ان انا من الاول بهري والكلام بره الصبوره. مش مشكله. طيب ربنا يستر في اللي فات. واحده واحده يا دكاتره. بصوا يا شباب في فاتي اسيد في خمس كربونات اسمه جلوتاريك اسيد. انا مش هحفظك انا فاهمك. في فاتي اسيد في خمس كربونات، واحده اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لحد هنا في مشكلة؟ الأولى كربوكسيل والأخيرة كربوكسيل في CH2 ده يا دكتورنا الفاضل اسمه جلوتاريك أسيد. اسمه إيه؟ جلوتاريك أسيد. واحد زيه بالظبط بس فيه أربعة. أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة.
الاولى كربوكسيل والاخيره كربوكسيل، ده اسمه ساكسينيك اسيد. لحد هنا في مشكله؟ يبقى في واحد اسمه جلوتاريك اسيد ده في 5 كربونات و2 كربوكسيل، وفي واحد اسمه ساكسينيك اسيد في 4 كربونات و2 ايه كربوكسيل. بصوا بقى، لو انا جيت على الجلوتاريك دي سي اتش 2 اهي يا اولاد، سي اتش 2 ريتاش، بص هصبوها ثانيه معلش، شايفه السي اتش 2 الاولى دي؟ رحت جاي يزيد شايل الهيدروجين دي واختها وحاطط اكسجين هنا، يبقى الالفا كربون حطيت فيها ايه؟ اكسجين. هو السي او دي اسمها كيتون صح؟ انا عملت ايه؟ انا دي كانت اسمها سي اتش 2، السي اتش 2 دي شلت منها الاثنين هيدروجين، شايفه ولا لا؟ بص يا شباب، ادي واحده 2 3 4 5 مركب في 5 كربونات والتاني فيه 4 كربونات، ادي واحده في 4 كربونات. الكلام كله طالع في الصبو في الموبايل صح؟ ده يا دكتور اسمه جلوتاريك اسيد، والتاني اللي فيه 4 اسمه ايه؟ ساكسينيك اسيد. لو انا جيت في الجلوتاريك شلت 2 هيدروجين من هنا وحطيت مكانهم اكسجين كيتون، يعني في الاول كربونه بعد الكربوكسيل اسمها الالفا، فالمركب اسمه الفا كيتو جلوتاريت. جلوتاريك اسيد الالفا كربون فيها يا دكتور كيتون. لو انا جيت انا بس بفهمك اسم المركب، حطيت كيتون في الالفا كربون باسمي يا دكتورنا ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت. يبقى تاني ادي جلوتاريك اسيد اهو يا دكاتره، ادي كربون 2 3 4 5، في مشكله كده؟ طيب قال لي يا دكتورنا الفاضل جيت في اول كربونه بعد الكربوكسيل، اي كربوكسيل فيهم ها عشان هم 2 كربوكسيل، خد اي كربوكسيل فيهم واول كربون شيل الاثنين هيدروجين وحط مكانها اكسجين باسمي الفا كيتو جلوتاريت. لحد هنا في اي مشكله؟ يبقى في مركب بيطلع اثناء كريبس اسمه الفا كيتو جلوتاريت. بص انا هرفعه اخر رفعه، المركب اهو اسمه الفا كيتو جلوتاريت بالراحه. الجلوتاريت فيه كام كربونه؟ 5، ادي واحده 2 3 4 5، الاولى والاخيره كربوكسيل، في مشكله؟ المفروض الباقي كله سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2. هاجي على الفا كربون اشيل الاتش 2 واحط كيتون باسمي يا دكتورنا الفا كيتو جلوتاريت. يبقى في مركب يا عبد الواحد بيطلع في كريبس اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت. بيشتغل عليه انزيم يا اولاد اسمه الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز، اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. ركز بقى في الخطوه دي عشان هنحتاجها الحصه بعد الجاي، هقولها دلوقتي وهقولها تاني بس ركز معايا دلوقتي. الانزيم ده بيعمل عمليتين يا اولاد اسمه ايه؟ دي هيدروجينيز. يبقى هو يسحب ايه؟ بس مش بس كده، هو يا دكتورنا الفاضل في الحقيقه هيشيل الكربوكسيل على بعضها واحده واحده، هو هيشيل ايه؟ الكربوكسيل، يطلع السي او او دي في صوره سي او 2. في اي مشكله يا دكتور؟ مش الكربوكسيل عباره عن سي او او اتش، فيطلع السي او في صوره سي او 2 وياخد الهيدروجين يحطها على مركب اسمه ناد فيطلع ناد اتش. لحد هنا في مشكله؟ يبقى هو عمل حاجه اسمها اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن. يعني ايه اوكسيديتيف؟ عمل اوكسيديشن، شال ايه يا دكتورنا؟ شال هيدروجين، ما هو زائد هيدروجين اكسده، ودي كربوكسيليشن عشان هو شال ايه؟ كربوكسيل. تاني هو شال كربوكسيل، وازاده كربوكسيل تعني دي كربوكسيليشن، وشال هيدروجين وازاله هيدروجين تعني ايه؟ اوكسيديشن. يبقى العمليه اسمها ايه؟ اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن. طيب دكتورنا الفاضل انا هرسم المركب تاني، ادي يا اولاد الالفا كيتو جلوتاريت، بصوا يا شباب انا عملت ايه؟ قال لي يا دكتور بعد اذنك بص على الرسمه، انت هتشيل لي يا دكتورنا السي او او تطلع في صوره سي او 2، وهتشيل الاتش تتحط على ناد بقى اسمها ناد اتش. لحد هنا في مشكله؟ يبقى انا شلت السي وطلعت في صوره
CO2 وشلت الـ H حطيت علامات بقى اسمها نت H لكي تكتمل الرسمة. قال لك السهم ده عليه مساعد انزيم اسمه كواش. اسمه يا دكتور؟ له مساعد انزيم ألف. قال لي يا دكتور الكواش ده بكتبه كده اهو كواش. هو فيه SH جروب هيعمل ايه بقى؟ الكواش يا دكتور هيفقد هيدروجين يحطها على الناد. فالناد يا دكتورنا دلوقتي كانت داخله اسمها ناد، خرجت اسمها ناد H بلس H، واخده هيدروجين من فين؟ من هنا، والتانية من فين؟ من الكواش. واخده هيدروجين من فين؟ من هنا، والتانية من فين؟ من الكواش. النهاردة يا دكتور مكان الهيدروجين في ربطة مفتوحة ومكان الكربوكسيل في ربطة او ما وصل للاتنين ببعض. حد فاهم انا عملت ايه؟ تاني هنا كان في كربوكسيل صح؟ هشيل الكربوكسيل خالص، في مشكلة كده؟ يبقى مكان الكربوكسيل ربط. وهنا يا دكتور كان في حاجة اسمها اس كواش، هشيل الاتش فوصل الاتنين بيه يا دكتورنا ببعض. المركب اللي اتكون ده اسمه ساكسينايل كوي. واحده واحده انا داخل بمركب اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتارين. عملت ايه يا زيد؟ شلت الكربوكسيل. شلت مين؟ الكربوكسيل. حضرتك شلت الكربوكسيل خالص بقى مكانها فاضي. لغايه دلوقتي في مشكله؟ لا. طيب وجبت كواش شلت منها هيدروجين بقى فاضل منها الاس كو ايه؟ هي دوت مكان الهيدروجين محتاج ربط وده مكان الكربوكسيل محتاج الارتباط بينهم هاي انرجي لان ده كوي ديريفاتيف صح؟ الساكسينايل كوي ده مش كوي ديريفاتيف؟ مش احنا خدنا المره اللي فاتت ان اي حاجه فيها كوي فهي هاي انرجي. كان اسمها ايه؟ كان اسم الرابطه ايه؟ سايو ايستر. كان اسم الرابطه ايه؟ سايو ايستر. المركب اسمه يا دكتور ساكسينايل كوي. دكتور هو انت ليه رسمت لي الحته دي؟ شباب شايفين ده؟ انا قلت لك في اول الحصه من شويه اسمه ساكسينك صح؟ الساكسينك ده لو حطيت عليه كوي بقى اسمه ساكسينايل كوي. عشان افهمك انا مسميه كده ليه. فالمركب ده اسمه ساكسينايل كوي. دكتور خلاص والله الحصه خلصت. عندي حاجه اسمها ايه؟ الفا كيتو جلوتارين بنزيم اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز. هيشيل منه يا دكتور السيو تطلع في صوره سيو 2 ويشيل منه هيدروجين يحطها على نات تطلع اسمها وفي حاجه على سهم اسمها كويش اشيل منها هيدروجين احطها على ناد اتش زائد اتش. قال لي يا دكتور الكويت توصل مكان الكربوكسيل فيطلع لي مركب اسمه ساكسينايل كوي. هاي ولا لو انرجي؟ هاي انرجي يعني في طاقه علي. في فوسفات ولا ما فيهوش فوسفات؟ ما فيهوش. فين الفوسفات؟ ده كان الهاي انرجي صلفيت صح؟ يبقى هو فيه طاقه بس صح؟ ما فيهوش فوسفات صح؟ يبقى لازم على السهم احط اي دي بي وفوسفات. فاهمني ولا لا؟ هو مصدر لطاقه فقط لا غير. فبص بقى على الخطوه الاخيره بقى. بص على الخطوه الاخيره عشان نخلص. قال لي يا دكتورنا الفاضل بنزيم ادخل بجي دي او خلينا اكتبها اي دي بي زائد فوسفات. هو يا دكتورنا الفاضل موفر لي طاقه فقط لا غير. اخد الطاقه اللي فيها دكتور اربط اي دي بي فوسفات فاكون مين؟ اي تي بي. اخد الطاقه اللي فيها اربط اي دي بي فوسفات واكون مين؟ اي تي بي. واشيل الكوي فالمركب اللي هيتبقى لي يا دكتور في الاخر اسمه ساكسينيك اسيد. دكتور انا هقول كلمه ويعني ايه بقى ليفل التنانين جدا. شباب الاي دي بي ده عباره عن ايه؟ عباره عن ادينوزين وفي فوسفات وكمان فوسفات. في مشكله كده يا ولاد؟ طيب وهجيب كمان يا دكتور ايه؟ فوسفات. انا محتاج اربطهم مع بعض عشان اكون ايه؟ اي تي بي. دكتور ده مركب كيميائي عشان اربط لازم افقد. فقال لك الاي تي بي مفروض الفوسفات دي في اخرها او اتش يا ولاد بس احنا ما بنرسمهاش. فاهمين؟ الفوسفات ده مركب كيميائي احنا بنرمز له بي انما هو مش بي مش ذره بي. هو زي اولاد الادينين احنا مسمينه ايه بس هو حلقتين في بعض. فيا دكتورنا اللي هيحصل ايه؟ اسمع الكلمه هفقد من هنا اتش وافقد من هنا اتش واوصل دول ببعض فكون اي تي بي. تاني الاي دي بي هتفقد
H والفوسفات هتفقد فيتكون في النهاية. طب وانا ليه بقول لك كده؟ ليه بقول لك كده؟ بص يا ريتاج اللي هيعمل، هو انا النهاردة المركب ده اسمه ايه؟ اسمه ايه يا دكتور؟ ساكسينايل كوي. اسمه ايه؟ ارسمه لك كده بعد اذنك، اهو ساكسينايل كوي. بصوا اخر خطوة عشان نقوم نروح، انا هعمل ايه؟ الله يكرمك، بص لي على الصبورة. انا هكسر الرابطة اللي هنا اللي هي الهاي انرجي، صح؟ دكتور لما حضرتك تكسر الرابطة اللي هنا اللي هاي انرجي ايه اللي هيحصل؟ اولا انت كسرت الرابطة اللي بين الاس كوي والكربون. لغاية دلوقتي في مشكلة؟ انت كسرت الرابطة اللي بين الاس كوي والايه يا دكتور؟ كربون. ربط كسرت الرابطة اللي بين الاس والايه؟ كربون. هقوم احط للمركب ده اتش واحط للمركب ده اتش، ما عشان يستقروا. مش انا يا دكتور هكسر رابطة؟ مش انا هكسر الرابطة دي؟ انت لما تكسر الرابطة هتعمل ايه؟ هتفصل الاس كوي في جنب والكربونة في جنب. الكربونة محتاجة اتش عشان تستقر، والاس كوي محتاجة اتش عشان ايه؟ تستقر. فالاس كوي هتطلع في صورة كواش عادي جدا، وانت يا دكتور لما تاخد اتش هترجع مرة تانية ساكسينك عادي جدا. فاهمين انا اقصد ايه ولا لا؟ واحدة واحدة تاني، واحدة واحدة تاني. انا اسمي ساكسينايل كوي، انا هكسر الرابطة اللي بين الاس وبين الكربون. دكتور ما هو اي رابطة هتتكسر لازم تعوض، يبقى هتدي الكربون دي او اتش وهتدي الاس دي اتش. فيا دكتورنا يطلع لي الساكسينيك اسيد لوحده اللي هو ده كده اسمه ساكسينيك، ويطلع لي الكويل ايه لوحده. فهمتني كده؟ النهارده هكسر الرابطه اللي بين الاس والكربون، فيزيد هفصل ده لوحده وهفصل ده لوحده، هفصل الساكسينيك عن الكويل. يبقى انا يا يوسف كان اسمي ساكسينايل كوي، اتكسرت الساكسينيك وكوي، واخد الطاقه كون بيها اي تي بي. اي حد بيذاكر هيلاقي ان ده خد اتش وده خد اتش، فيستهبل من نفسه يزود على الميه يزود على السهم ميه. لا يا دكتور انا جبت الاتش والاتش من مين يا دكتورنا؟ من الاي دي بي والفوسفات. والله لو فهمتها فدي من اصعب الحاجات اللي هتاخدها في الميتابوليزم. لو فاهم الخطوه دي، دكتور انا هكسر ايه؟ الرابطه بين الكربون والايه؟ والكبريت. احط على الكربون او اتش واحط على الكبريت اتش، فالمركب ده يا دكتور بقى اسمه ساكسيني وده بقى اسمه كوي. فهمتوني؟ ماشي، واحده واحده تاني. للمره الاخيره بصوا يا دكاتره، بصوا لي فوق بعد اذنكم. ادي كربون 2 3 4 5 اللي فيه خمس كربونات، ده اسمه جلوتاميك اسيد. في مشكله كده؟ قال لي يا دكتورنا في الجلوتاميك اسيد باجي في الالفا كربون واحط كيتون بقى اسمه الفا كيتو جلوتاريت. لغايه دلوقتي في مشكله؟ يجي يشتغل عليه انزيم اسمه الفا كيتو جلوتاريت فيشيل منه دي هيدروجينيز، فيشيل منه مين؟ الكربوكسيل. يبقى شال منه يا دكتور الكربوكسيل، طلعت في صوره CO2 H، مكان الكربوكسيل فاضي. اضيف ايه مكان الكربوكسيل؟ قال لي يا دكتور هجيب مساعد انزيم اسمه كواش اللي هو اس كوي وهيدروجين. قال لي ايه اللي هيحصل؟ قال لي هشيل من الاس كوي ده يا دكتور مين؟ هيدروجين. لغايه هنا في مشكله؟ يبقى شلت من ده يا دكتور كربوكسيل وشلت من ده يا دكتور هيدروجين. مكان الكربوكسيل فاضي ومكان الهيدروجين فاضي، هوصلهم ببعض. فاللي اتكون نعم ليش نوصلهم بالهاي؟ علشان يا دكتور اي كوي ديريفاتيف قلنا الحصه اللي فاتت الرابطه دي اسمها سايو استر، دي هاي انرجي. فالمركب اللي اتكون دلوقتي بقى فيه اربع كربونات مش خمسه اسمه ساكسينايل كوي. الساكسينايل كوي ده هاي ولا لو انرجي؟ هاي انرجي. ارجع يا دكتور الخطوه اللي بعدها اكسر مين؟ الهاي انرجي. لما اكسرها يطلع لي ايه؟ طاقه. لغايه دلوقتي في مشكله؟ اخد الطاقه اربط اي دي بي ومين؟ وفوسفات واكون اي تي بي. طب يا دكتور ما انا كسرت الرابطه، اعوض ده بايه؟ هيدروجين. واعوض ده بايه؟ او اتش. جايب الاتش والاو اتش من مين؟ من الاي دي بي والفوسفات. فيطلع لي يا دكتور في النهايه ساكسينيك اسيد ويترميني في الشارع ايه؟ الكواش. فهمتوا كده؟ يبقى انا داخل بالفا جي جي تحول لساكسينايل، الساكسينايل تحول في الاخر لساكسينيك. ادي يا دكتور اي تي بي طلعت من سابستريت، ادي يا دكتور اي تي بي طلعت من سابستريت، ادي يا دكتور اي تي بي طلعت من سابستريت. والله ما في اي تي بي تاني هتطلع الا الحصه اللي جايه. طول المنهج مفيش اي تي بي هتطلع الا في سلسله نقل الايه؟ الكترون، ما عدا الثلاثه دول.
فاهمين يا اولاد؟ التلات امثله اللي في الحياه مفيش ايه يا دكتورنا غيره. اتفضل. الخطوه الاخيره واللي هقولها هي دي يا دكتور، هقول فيها كلمتين وهقومك تروح. شايف الخطوه بتاعت الالفا كي جي دي هيدروجينيز؟ الانزيم ده بيعمل عمليتين، اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن، اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن، اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. اي اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن في المنهج، احفظ معايا ليه شروط. اول شرط اي اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن فهو ايريفرسابل. يبقى اول معلومه هو ايه؟ ايريفرسابل. اول معلومه هو ايه؟ بيحتاج يا دكتور 5 كوينزايم، ند وفاد وتي بي بي وكواش ولايبويك اسيد. واحده واحده. الانزيم عليه 5 عوامل حفازه. اول عامل حفاز احنا شفناه كان اسمه ايه؟ نات. وشفنا مع بعض مين؟ الكواش. في يا دكتورنا اتنين مكتوبين على السهم، واحد اسمه فات والتاني اسمه تي بي بي والتالت اسمه ايه؟ لايبويك اسيد. انا هزيدك واقول لك حاجه، دي مش خطوة واحدة يا شباب، دي 5 خطوات بتحصل، 3 خطوات بتحصل مع بعض. هو لغيهم لك، هو كاتبهم لك في ملخص. فيا دكتور اصلا دي مش خطوة واحدة، دي مجموعة من الانزيمات شغالة، بس هو مش شرح لك بالتفاصيل. فاهم انا اقصد ايه؟ زي ما انا اقول لك يا دكتور الجلوكوز بيتحول لـ2 بايروفيت، في 10 خطوات في الطريق انا ما حبيتش اقولهم لك، تمام؟ فهو هنا دول مش انزيم واحد يا ولاد، دول 3 انزيمات، بس هو ما حبش يقولهم لك، فقال لك اللي على السهم بس. السهم عليه كام كوينزايم؟ 5، واحد اسمه ناد فاد تي بي بي كواش لايبويك اسيد. تاني ناد فاد تي بي بي كواش لايبويك اسيد. تاني ناد فاد تي بي بي كواش لايبويك اسيد. يبقى اي اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن فهو ريفرسابل، بيحتاج 5 كوينزايم، بيديني مركب اقل كربونه. انا داخل بمركب فيه كام كربونه؟ طالب مركب فيه كام؟ 4. اي اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن هو ايريفرسبل، بيحتاج كام كوينزايم؟ 5، بيديني مركب الكربون. اي اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن هو ايه يا دكتور؟ ايريفرسبل، بيحتاج 5 كوينزايم، بيديني مركب الكربون. واضح كده؟ بس 4. صفحه 4 بدانا موضوع اسمه ATP ADP سايكل. كان بيقول لك يا دكتور ان الفري انرجي از كولكتد، بجمع الفري انرجي في صوره هاي انرجي فوسفات بوند في ما يسمى ATP ADP سايكل، تمام؟ عشان اعمل كونكت، اربط العمليات اللي بتطلع طاقه والعمليات اللي بتنتج ايه؟ طاقه. قال لي يا دكتور لما انا اكون محتاج طاقه بكسر الاي تي بي لاي دي بي وبي اي، وانت فهمت يعني ايه كلمه بي اي؟ فوسفات ان اورجانيك، تمام؟ واستخدمها كسورس للايه؟ للانرجي بتاعه الورك. طيب يا دكتور الاي تي بي هرجع اكونها تاني في الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، وخد بالك هو اتكلم على الاي تي بي الاوكسيديتيف فوسفوريليشن لان الاساس انها تطلع من ايه؟ من الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. طيب قال لك السايكل دي فيري رابيد، ليه؟ لان التوتال اي تي بي اي دي بي اصلا فيري سمول. وقال لك يا دكتور ان الاي تي بي نوت ستورج فورم، كميتها قليله، ده هي مهمه بس للاونلي فيو سكندز. يبقى الرسمه دي جميله جدا. قال لي يا دكتور بطلع انرجي باخد اي تي بي واكون اي تي بي، محتاج يا دكتور الاي تي بي هي ايه؟ هي الفكه اللي بتطلع لي. طيب بعد كده في حاجه اسمها الكرياتين فوسفات، قال لي دي الاستورج فورم اوف انرجي في المعصل. واضح كده؟ قال لي يا دكتور بيتكون من عشان حد هيجي يسالني فين؟ في المعصل، عشان كده قلت الكرياتين كاينيز 3. قال لي يا دكتور الاي تي بي بتديني الطاقه بتاعتها ديورنج ريست، اخد الطاقه والفوسفات احطهم على الكرياتين فكون كرياتين فوسفات. طب ديورنج اكسرسايز بقى الكرياتين فوسفات ترجع تديني الطاقه والفوسفات بتاعها باك مره تانية للاي دي بي عشان اكون اي تي بي اثناء الموصل ايه؟ كونتراكشن. ورسمه اللي تحت جميله جدا. طيب دخلنا كنترول اوف ميتابوليك رياكشن باي انرجي ستيت، بتحكم في الميتابوليك بالانرجي ازاي؟ ليه ام بي بتتكون من 2 اي دي بي؟ انا يا دكتور 2 اي تي بي يديني 2 اي دي بي، تمام؟ طب وال2 اي دي بي مع بعض بالادينايل كايناز يكون لي واحده اي تي بي وواحده اي ام بي. طب ليه؟ قال لي يا دكتور رقم 1 عشان اكون الهاي انرجي اللي في الاي تي بي اكون مره تانية منها اي تي بي. رقم 2 الاي ام بي ريكفرد، بيحصل لها ريكفر للاي تي بي اجين. طب رقم 3 الاي ام بي ميتابوليك سنسور، حساس لللو انرجي. واضح كده؟ فيا دكتور بتقول لي ان ما عنديش نوت اناف اي تي بي فزود الكاتابوليزم، كسر اي ام بي واعمل كاتابوليزم. طيب جينيريشن للهاي انرجي بون، قال لي الفري انرجي اللي بتطلع اثناء التكسير بتاع الاكل بجمعها في هاي انرجي على مستويين،
اول مستوى اسمه الريسبيراتوري تشين اللي هو سلسله التنفس اللي هو الاوكسيديتيف فوسفوريشن. تاني مستوى اسمه السبستريت ليفل ايه فوسفوريليشن. الاوكسيديتيف فوسفوريليشن دي يا دكتور هي كابلنج لعمليتين اوكسيديشن وفوسفوريليشن، بكون اي تي بي سي ليتر، الليتر ده بكره تمام كده. طب السبستريت ليفل فوسفوريليشن، قال لي يا دكتور الاول بكون الهاي انرجي كومباوند وبعدين اخد الطاقه اللي فيها احطها على اي تي بي عشان اكون مين اي تي بي. قال لي تعال نبدا الكلام فيما يسمى سبستريت ليفل، هما تو اكزامبلز في الجلايكوليسيس وان اكزامبل في الكريبس. في الجلايكوليس جليسرالدهايد 3 فوسفات بتدي هيدروجينيز والسهم عليه نات، الناد هتشيل هيدروجين يبقى اسمها ناد اتش، ومكان الهيدروجين اللي في رقم واحد بحط فوسفات فالسهم عليه فوسفات، فانا يا دكتور باسمي واحد وثلاثة بفوسفو جليسريت. قال لي بنزيم اسمه فوسفو جليسريت كاينيز، قال لي يا دكتور هشيل الفوسفات اللي في رقم كام؟ واحد، احطها على مين؟ اي تي بي، فكون مين؟ اي تي بي، والمركب اسمه ايه؟ ثلاثة فوسفو. العامل الحفاز لاي كاينيز هو المغنيسيوم. نعم مغنيسيوم لسه بقول، العامل الحفاز لاي كاينيز في المنهج هو مين؟ مغنيسيوم. الام جي هو عامل حفاز لاي كاينيز. طيب دكتورنا الفاضل الاثنين فوسفوجليسريت، الاثنين فوسفوجليسريت بنزيم اسمه ينوليز هيسيب ما هيشيل ميه، والانزيم ده يا ولاد بيحتاج ايه؟ مغنيسيوم. كان عندنا في شابتر الانزيم في عنوان اسمه انهيبيشن للانزيم، كنت بقول لك عينه الدم اللي بقيس فيها السكر كنت بسحبها في انبوبه فيها فلورايد، فاكرين الكلام ده؟ عشان الفلورايد كان بيسحب المغنيسيوم فيوقف الانوليز. في انزيم هو اسمه ايه يا دكتور؟ انوليز. الانوليز ده بيحتاج مغنيسيوم، الانزيم ده مهم لتكسير الجلوكوز، الانزيم ده محتاج ايه يا دكتور؟ مغنيسيوم. ده لما انا قلتها هقولها وبعدين ما حبيتش اقولها بس قلتها يعني. طيب قال لك يا دكتور الانوليز بيحول 2 فوسفوجليسريد ل 2 بيب، ال 2 بيب بنزيم اسمه بايروفيت كاينيز، هشيل الفوسفات اللي في رقم 2 احطها على اي تي بي اديني اي تي بي ويطلع لي ينول بايروفيت السبونتينيوس من غير اي حاجه يتحول لكيتول بايروفيت. اخر واحد في السيتريك اسيد او في الكريبس يعني سايكل كريبس اسمها سيتريك اسيد هناخدها. قال لي الالفا كيتو جلوتاريت بيديها هيدروجينيز، الانزيم ده يا دكتور بيحتاج 5 كوينزيم على السهم، نات وفاد وتي بي بي وكواش ولايبويك اسيد. قال لي يا دكتورنا كل كوينزيم في دول هناخده في الفيتامين ما تقلقش. المهم يا دكتورنا الفاضل بشيل سي او 2 واطلع ناد اتش، الالفا كيتو جلوتاريت تتحول لحاجه اسمها ايه؟ ساكسينايل كوي اللي فيه هاي انرجي. اشيل يا دكتور اكسر الساكسينايل كوي لساكسينيك وكوي، اخد الطاقه اللي جوه الساكسينايل كوي عشان اربط اي دي بي زائد فوسفات واكون يا دكتورنا اي تي بي بانزيم اسمه ساكسينيت سايوكينيز. لو جيت تبص على الانزيم الدي هيدروجينيز دوت هو اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن، فهو الريفرسبل بيديني مركب اقل كربونه بيعمل احتاج 5 كوينزايم. حصتنا بكره في غايه الاهميه، تبداها من اولها عشان الرسمه، وممنوع ممنوع ممنوع تغيب.